مشاهدينا في كل مكان، صباح الخير والأمل والجمال على حضراتكم. أهلا بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم صباح دريم الأربعاء 18 يناير 2017 9 صباحا بتوقيت القاهرة. يوم سعيد على كل بيشوفونا إن شاء الله. امبارح طبعا يعني كان محط حديث المصريين، وشفنا مباراة مصر ومالي اللي انتهت بالتعادل السلبي. ده كان ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون. المباراة اللي جاية إن شاء الله هتكون مع منتخب أوغندا يوم السبت اللي جاي 21 يناير. بنتمنى إن شاء الله منتخبنا المصري التوفيق والفوز إن شاء الله ببطولة أفريقيا زي ما عودونا. هنتابع طبعا مع بعض كلنا المباراة، وإن شاء الله كلنا كده يعني نتفرج على المباراة ونتبسط. طيب النهاردة بعد فقرتنا الإخبارية مباشرة معانا فقرتين مهمين جدا كنا يمكن نوهنا امبارح عنهم على صفحتنا على فيسبوك. أول فقرة هنتكلم فيها عن قانون التصالح في مخالفات البناء، وهل القانون ده ممكن يحد من البناء العشوائيات اللي احنا يعني يمكن اتكلمنا عنها في كذا حلقة قبل كده فيما يخص المرافق، يعني مرة في الكهرباء مرة في المية مرة في كذا، علشان نعرف هل فعلا التعديات دي ممكن تتصلح. الجدير بالذكر بقى ان تعديات الأراضي الزراعية بلغت 1,400,000 فدان، وتمت إزالة تعديات 350,000 فدان، ولسه باقي 1,050,000 فدان. طيب هنعمل ايه بقى في 1,050,000 فدان دول؟ ده هنعرف طبعا كل ما يتعلق بهذا القانون، قانون التصالح في مخالفات البناء، وايه اخر قرار لغاية دلوقتي، وهل هترفض وزارة الزراعة القانون ده ولا لا؟ كل ده واكتر هنعرفه مع ضيوفنا اللي هينورونا في فقرتنا الرئيسية الاولى، دكتور اسماعيل نصر الدين عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، وايضا المهندس معتز محمود عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب. مستنيين طبعا استفسارات حضراتكم، او لو حد عنده راي في الموضوع ده، لان في ناس كتير قوي على فكره بنيه مخالف، وفي ناس اشترت حاجات وهي ما تعرفش ان المبنى مخالف. فقرتنا بقى الرئيسيه الثانيه والاخيره هيكون نقاشنا حول دور جهاز حمايه المستهلك والحد من عيوب الصناعه والسلع بشكل عام. يعني هنتكلم على الصناعه وهنتكلم على السلع، كمان هنتكلم عن شكاوي العربيات. ناس كتير جدا بيقولوا ان في شكاوي بتوصل للجهاز، وازاي بيتم التعامل مع الشكاوي دي. هنعرف كمان كم بلاغ عدد البلاغات اللي وصلت للجهاز، جهاز حمايه المستهلك، حال ارتفاع الاسعار وجشع التجار والغش التجاري، ايه الاجراءات تحديدا المتبعه للتعامل مع الشكاوي دي. كل ده واكتر هنعرفه مع ضيوفنا اللي هينورونا كمان في الاستوديو في فقرتنا الرئيسيه الثانيه، المستشار محمد عبد الستار مدير الاداره العامه للشؤون القانونيه. وطبعا هنستنى كل يعني استفسارات حضراتكم على الهواء مباشره. كمان هيكون معانا في هذه الفقره الاستاذ اشرف عادل مدير الاداره العامه لشكاوى السيارات بجهاز حمايه المستهلك. تمام. طيب تعالوا بقى نشوف أخبارنا إيه هذا الصباح، ونعرف إيه آخر مستجدات الأحداث. أول خبر معانا النهاردة في فقرتنا الإخبارية، الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها. صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على القانون رقم 2 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها بعد موافقة مجلس النواب عليه. تنص هذه المادة، المادة الأولى من القانون بحسب ما نشرت الجريدة الرسمية، على أن يستبدل بنص المادة 28 من القانون رقم 21 لسنة 58 المشار إليه. النص كالآتي، هقرأ لكم النص. تنشئ الهيئات الآتية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء: أولا الغرف الصناعية، ثانيا المجالس الإقليمية للصناعة، ثالثا اتحاد الصناعة، ويكون لهذه الهيئات الشخصية الاعتبارية وتعتبر من المؤسسات العامة. واعتبارا من تاريخ العمل بهذه المادة تعد القرارات التي صدرت بإنشاء الغرف الصناعية أو تحديد الصناعات المنضمة لكل منها صحيحة، كل بحسب أداة إصدارها. ده فيما يخص تعديلات قانون تنظيم الصناعة النشر أمس في الجريدة الرسمية. تعالوا بقى نروح لأيضا الرئيس السيسي صدق على القوانين الخاصة بالتأمين الاجتماعي والقيمة المضافة. صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء على القانون رقم 3 لسنة 2017 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة
75 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقانون رقم 99 لسنة 92 في شأن نظام التأمين الصحي على الطلاب، والمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 ده كان بشأن نظام التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي، وقانون الضريبة كمان على القيمة المضافة الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2016. بيعمل بهذا القانون من اليوم التالي تاريخ نشره، يعني المفروض النهاردة، وبيبصم بخاتم الدولة، بينفذ أيضا كقانون من قوانين الدولة، يعني تم العمل بالقانون فعلا. طيب، رئيس مجلس الوزراء بيلزم الجهات الحكومية بإلغاء التعامل النقدي في صرف الرواتب. أصدر مهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قراراً بإلزام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والخدمية والاقتصادية بصرف جميع مستحقات العاملين لديها أياً كان مسمياتها أو قيمتها من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني اللي هي الـATM. القرار ده تضمن إن هو المفروض يفعل بصورة كاملة بجميع الوحدات والجهات في موعد غايته 3 شهور من تاريخ صدور القرار، 3 شهور من دلوقتي يعني، وبيحظر المعاودة للمعاملة بنظام الصرف النقدي أو الورقي زي الشيكات والكلام ده. في حالة الضرورة القصوى بيجب أن يعرض الأمر على وزارة المالية لاتخاذ اللازم. شمل القرار كالآتي، نص القرار يعني كان على وزير المالية إصدار القواعد التنفيذية والتعليمات اللازمة في هذا الشأن للمسؤولين الماليين بكل الوحدات والجهات الحكومية. تعالوا بقى نروح لوزارة الصحة. وزارة الصحة بتعمل إجراء مهم جدا هتبتدي من بكرة الخميس، وهو مسح شامل للكشف عن المصابين بفيروس سي بقرى 9 محافظات في مصر. وزارة الصحة والسكان الحقيقة هتبتدي بكرة خميس مسح صحي شامل للكشف عن المصابين بفيروس سي في قرى 9 محافظات بالصعيد، هي أسوان والأقصر وقنا وأسيوط والمنيا وبني سويف والجيزة والفيوم وسوهاج. الدكتور احمد عماد الدين وزير الصحه والسكان اكد ان هو هيتم علاج من اللي هيكتشفوا يعني اصابتهم بفيروس سي ببلاش على نفقه الوزاره بمراكز علاج اللجنه القوميه لمكافحه الفيروسات الكبديه. قال كمان وزير الصحه ان الفحص الطبي الشامل للكشف عن المصابين بفيروس سي هيبتدي من يوم الخميس بكره بقرى 9 محافظات بالصعيد، وذلك نظرا لارتفاع معدلات الاصابه بالمرض في هذه المحافظات. بيذكر أن عدد المرضى اللي قاموا بالتسجيل على البوابة الإلكترونية للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية في الفترة من أكتوبر 2014 لحد 2016 بلغ 1,542,154 مريض. بيشار كمان إلى أن وزارة الصحة زادت أعداد وحدات علاج مرضى فيروس سي من 53 ل 164 وحدة، منهم 63 خاصة بالعلاج على نفقة الدولة و 101 للتأمين الصحي. إذن ده برضو إجراء مهم جدا للقضاء على فيروس سي متخذ من وزارة الصحة. طيب، معانا على الهاتف دكتور يحيى الشاذلي نائب رئيس لجنة الفيروسات. صباح الخير يا دكتور. أهلا صباح النور. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا دكتور. طيب دكتور، يا ريت تكلمنا عن هذا الإجراء، حضرتك شايف الإجراء اللي بتتخذه وزارة الصحة في القضاء على فيروس سي ومنها المسح الشامل اللي هيبدأ غدا إن شاء الله، حضرتك شايفه إزاي يا فندم، وإن شاء الله نتائجه هتكون إيه وإمتى؟ اتفضل. طيب أنا أحب أوضح إن المسح الشامل مش هيبدأ بكرة، المسح الشامل ابتدى في سبتمبر بقرار من رئيس الوزراء بست مجموعات ابتدى المسح الشامل فيهم. هم بيقولوا بكره في 9 محافظات تانية. لا ما هكمل بس، اللي هم الطلاب الجدد على الجامعات، المرضى الداخلين في المستشفيات المترددين على مراكز التحاليل وعلى بنوك الدم، المساجين والعاملين في القطاع الصحي، ودول ابتدى فيهم المسح الطبي من شهر سبتمبر. لكن ابتداء من بكره اضافه الى هؤلاء المفروض هيتم مسح 10 مليون نسمة، ابتداء من بكره من الخميس غدا في مسح تاني. ايوه، جغرافي بقى، يبدا بمحافظات الصعيد. مسح شامل برضو اللجنه بالاشتراك مع البنك الدولي ومنظمه الصحه العالميه لمسح شامل لمرضى لمحافظات الصعيد. فده استكمال للمسح اللي ابتدى بقرار رئيس وزراء السابق، بحيث ان احنا نزود العدد اللي احنا عاوزين نعمله فحص بدل ما هو 10 مليون بزياده محافظات الصعيد يبقى ازيد، وبالتالي فتره الفحص الشامل
جمهوريه مصر العربيه تقل عن 5 سنين باذن الله ان شاء الله يا فندم. طيب عايز اعرف من حضرتك يا دكتور الحالات اللي بيتم اكتشافها بيتم علاجها ازاي؟ لان كان في كلام كده ان يعني هم بيسجلوا على الانترنت او حاجه زي كده، ولان يعني حضراتكم انا عارفه ان انتم عاملين خطه للقضاء على فيروس سي بالكامل، فالحالات دي يا فندم اللي بيتم اكتشافها ازاي بتبتدوا تتواصلوا معاها؟ هل فعلا عن طريق الانترنت؟ دلوقتي المرضى اللي احنا بنكشف على الناس اللي بيطلع عنده الاجسام المضاده ايجابيه، ايوه، معناه انه تعرض للفيروس سي وبالتالي قد يكون مصاب. هؤلاء المرضى نوعين، يا اما عليهم تامين صحي فبيوجهوا لمراكز التامين الصحي، تمام، يا اما ما لهمش تامين صحي فبيوجهوا لمراكز اللجنه القوميه للعلاج على نفع الدوله. تمام. بيتعمل لهم بقيه الفحوص اللي بتؤكد انهم عندهم الفيروس، واذا كان هذا الفيروس عندهم بيصرفوا العلاج مباشره. مساله الكمبيوتر، بما ان الاعداد اللي بتتوجه للمراكز ما هيش كثيره، الان يقدر يتوجه للمركز على طول والمركز هو اللي بيحطه على الكمبيوتر. في موظف موجود دلوقتي في كل مركز لادخال المريض على الكمبيوتر، يعني مش لازم يعملها من بيته، كنا زمان يعملها من بيته ونبعت له جواب نقول له الميعاد والمكان، لا دلوقتي يستطيع ان يتوجه، وهو اول لما يتوجه ومعاه التحليل انه ايجابي، وموظف تبع الاي تي مسؤول في كل مركز بيدخل له الداتا على طول على الكمبيوتر. عظيم. طيب دكتور يحيى، امتى هنشوف مصر الكشف والعلاج تماما مجانا؟ مجانا. ما بيتكلفش قرش ساخ، كله على نفع الدوله او نفع التامين الصحي. طيب كويس قوي. امتى بقى يا فندم هنقدر نشوف مصر خاليه من فيروس سي؟ يعني وفقا طبعا للتوجهات اللي حضراتكم بتعملوها، لان يعني حضرتك اكيد تعلم ان مرض زي فيروس سي بيأثر بشكل كبير جدا على الاقتصاد، لانه بيأثر على الصناعه، بيأثر على الاستثمار، بيأثر على حاجات كتير جدا، فاحنا من مصلحتنا ان احنا نراعي هذه التوجهات الخاصه بحضراتكم كوزاره الصحه يعني او كجهه مسؤوله بالقضاء على فيروس سي. امتى هنشوف مصر ما فيهاش فيروس سي؟ باذن الله. احنا ما بنحب يعني لفظ خاليه من فيروس سي ده لفظ غير علمي وغير دقيق، لكن ان نسب الاصابه تبقى زي الامراض الاخرى واقل من 1%، منظمه الصحه العالميه عامله انه 2030 يبقى العالم خالي من فيروس سي. احنا قبل كده احنا كنا قايلين 2025، لكن بزياده السكريننج والمسح، زياده المرضى اللي معرضين للسكريننج والمسح، اعتقد انه هيبقى قبل كده، يعني يمكن 2022 ان شاء الله يا فندم. ويعني حضراتكم فعلا بتعملوا مجهود رائع في القضاء على فيروس سي، ونتمنى ان يعني قريبا فعلا زي ما حضرتك بتقول قبل 2030 نشوف مصر ما فيهاش فيروس سي. بشكر حضرتك مره اخرى دكتور يحيى الشاذلي رئيس لجنه الفيروسات، وعوده الى اخبارنا مره اخرى مشاهدينا. تعالوا بقى نروح لنقابه المعلمين، قالت تصريح مهم جدا. النقابة بتقول إن مرتبات المدرسين بالقانون الجديد المفروض تصل إلى 10,000 جنيه. إبراهيم شاهين وكيل نقابة المهن التعليمية بلجنة تسيير الأعمال قال إنه تم تغيير جدول المرتبات بمشروع قانون التعليم الجاري اللي عمل على انتهاء منه بوزارة التربية والتعليم طبقا للتصور اللي اتقدمت بيه النقابة، ووضح كمان انه تم الاتفاق على ان يكون بداية مرتب المعلم زي بداية مرتبات كل العاملين بالدولة المخاطبين بالقانون اللي هو قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. اوضح شاهين انه بذلك يكون المعلم حصل على زيادة بداية مربوط الراتب بالإضافة إلى الحوافز والبدلات اللي المفروض يحصل عليها، والتي تؤدي إلى وصول المرتب معلم المساعد لحوالي 2000 جنيه في الشهر، بيصل كبير معلمين إلى 10,000 جنيه. وأشار إلى أنه في الوقت الحالي راتب المعلم المساعد ما بيتعداش 1100 جنيه، وكبير المعلمين ما بيوصلش أصلا ل 5000 جنيه. أوضح كمان وكيل النقابة بلجنة تسيير الأعمال أنه تم الاتفاق أيضا على استثناء خريجي دبلوم المعلمين والمعلمات من شروط شغل أو شغل وظيفة المدير مدير مدرسة، علشان يتم ترقيتهم وصولا إلى مدير مدرسة لحين الانتهاء من أعدادهم المحدودة، لافتا إلى أنه سيكون هناك مادة في القانون تنص على ذلك. نروح بقى للرقابة الإدارية. من ضمن مجهودات الرقابة الإدارية اللي يعني بقالنا فترة بنتحدث عنها حقيقة، ضبطت الرقابة الإدارية رئيس شهر عقاري الخنكة لتزوير أوراق ب 147 مليون جنيه.
ألقت هيئة الرقابة الإدارية قبض على رئيس مكتب توثيق الشهر العقاري بالخنكة وثلاثة من موظفين مديرية المساحة بالأليوبية لتلاعبهم في الدفاتر المساحية والتزوير في إجراءات نقل ملكية قطعة أرض مملوكة لهيئة الأوقاف لأحد الأشخاص المتعدين على الأرض اللي تقدر مساحتها بسبعة فدان وقيمتها 147 مليون جنيه مصري. بعرض المتهمين على نيابة استئناف طنطا للأموال العامة قررت حبسهم 15 يوم على ذمة التحقيقات. هنتابع طبعا مع حضراتكم لأن الموضوع دلوقتي في يعني قيد التحقيق. في نفس السياق أيضا الرقابة الإدارية بتضبط صاحب شركة توريدات استولى على 20 مليون جنيه من البنوك. كمان يعني نجحت مؤخرا الرقابة الإدارية في ضبط ألف ميم صاحب شركة توريدات قطاع خاص بعد ما استولى على مبلغ 20 مليون جنيه من أحد البنوك الوطنية باستخدام مستندات مزورة واستغل مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتلاعب طبعا وحصوله على 20 مليون جنيه علشان يعني دايما احنا عمالين نسأل هي الفلوس بتروح فين، حاجة يعني صعبة جدا. طيب التنظيم والإدارة قالت تصريح أيضا مراجعة تعيينات حملة الماجستير بعد ضبط واقعة التزوير. كان في مشاكل بقى في موضوع حملة الماجستير ده وإحنا كنا متابعين وتوقفنا ولما طفى على السطح مرة أخرى إحنا بنعاود فتح هذا الموضوع. المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قرر تشكيل لجنة للتفتيش ومراجعة أوراق تعيينات حملة الماجستير في الفترة الأخيرة، وأوضح رئيس الجهاز إن هذا القرار بيأتي بعد ضبط حالة تزوير في شهادة صادرة عن الجهاز بالتعيين في إحدى الوحدات الإدارية. أشار إلى أنه هيتم إعلان النتائج التي ستتوصل إليها اللجنة على الرأي العام في إطار تمسكه بمبادئ الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد. أكد جميل أيضا أن الجهاز لن يتوقف عن مواجهة الفاسدين أيا كانت مواقعهم ومختلف أشكال وصور الفساد اللي بيقف عائقا رئيسيا أمام عملية التنمية المنشودة. شدد أيضا على يعني سعي الجهاز إلى تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص والارتقاء بالعمل الإداري في مختلف الوحدات الإدارية من خلال خلق بيئة عمل بعيدة عن البيروقراطية وبتحارب الفساد ولا تتستر على الفاسدين. نروح بقى للبرلمان. مستشار مجدي العجاتي قال البرلمان صاحب الاختصاص الأصيل في مناقشة اتفاقية تيران وصنافير. صرح المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب أن البرلمان هو صاحب الاختصاص الأصيل في مناقشة اتفاقية تيران وصنافير وفقا لنص المادة 151 من الدستور والتي تنص على أن الرئيس يصدق على المعاهدات بعد موافقة مجلس النواب وبتكون ليه قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين لاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. أوضح أيضا مجدي العجاتي أن توقيت مناقشة البرلمان الاتفاقية يرجع إلى النواب أنفسهم لافتا إلى أن النواب أصحاب القرار في رفض الاتفاقية أو الموافقة عليها، وبتنص المادة 151 من الدستور على أنه بيمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقتها الخارجية وبيبرم المعاهدات وبيصدق عليها بعد كده موافقة مجلس النواب، بتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين لاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. في جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة. طيب خبر مهم وتصريح المستشار بهاء أبو شوقة مناقشات اتفاقية تيران وصنافير لسه بنتكلم عنها هتكون معلنة للرأي العام، ده تكملة طبعا للكلام اللي احنا كنا لسه بنقوله. الحقيقة المستشار بهاء أبو شوقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب صرح ان اللجنة هتلتزم بالشرعية والدستورية والقانونية في مناقشات اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية تيران وصنافير حال قيام رئيس البرلمان بأحالتها للجنة. أضاف أبو شوقة أيضا ليس لدينا شيء نخفيه وسنلتزم بمبدأ الشفافية في المناقشات، وكل حاجة أو كل المناقشات دي هتكون مذاعة ومعلنة للرأي العام، ويجب أن تكون الحقيقة كلها أمام الشعب كاملة، وسنستمع إلى جميع الآراء والخبراء، وستذاع على فكرة المناقشات أمام الرأي العام يعني على الهواء تقريبا كي تتيح الفرصة لكل أصحاب الآراء في هذه القضية أن يبدوا بآرائهم.
أيضا من الأخبار اللطيفة جدا، سفير الإمارات بالقاهرة يتبرع ب 100,000 جنيه لبناء مسجد وكنيسة في العاصمة الإدارية. تبرع مهندس جمعة مبارك الجنيبي سفير الإمارات لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية بمبلغ 100,000 جنيه مصري، مساهمة في بناء أكبر مسجد وكنيسة في العاصمة الإدارية الجديدة. قالت سفارة الإمارات بالقاهرة في بيان لها أمس الثلاثاء أنه تماشيا مع مبادرة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة بأن يكون عام 2017 شعاره عام الخير. قام المهندس جمعة مبارك سفير الإمارات لدى جمهورية مصر العربية بالتبرع بهذا المبلغ اللي هو 100,000 جنيه، مساهمة في بناء أكبر مسجد وكنيسة في العاصمة الإدارية الجديدة. إن شاء الله 2017 يكون عام الخير على الجميع يا رب بإذن الله. تمام، نروح بقى لآخر خبر معانا. رئيس جامبيا يعلن حالة الطوارئ قبيل تسليم السلطة. حفيا لغط سياسي كبير جدا في جامبيا. التلفزيون الحكومي قال إن رئيس جامبيا يحيى جامع أعلن حالة طوارئ امبارح بعد ما رفض إن هو يسلم السلطة لزعيم المعارضة أداما بارو اللي فاز في الانتخابات اللي جرت في أول ديسمبر. لسه لم يعرف على الفوز شروط حالة الطوارئ على وجه التحديد وتداعياتها على تنصيب الرئيس المنتخب بكرة المفروض الخميس. فر 4 على فكرة من وزراء الحكومة من البلاد أصلا بعد تقديمهم استقالتهم، خرجوا يعني بره البلد بعد يومين من تعهد الرجل اللي هزم جامع في الانتخابات الرئاسية إنه هو اللي أجريت في ديسمبر اللي فات إنه هو يتولى السلطة رغم رفض الرئيس المنتهية ولايته. وعد الرئيس المنتخب أيضا أداما بارو بالمضي قدما في مراسم تنصيبه عادي جدا بالرغم من قول جامع أنه لابد من انتظار حكم المحكمة العليا في المسألة دي والأمر الذي سيستغرق عدة أشهر. الحقيقة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس عندها قوة تقف على أهمية الاستعداد للتدخل عسكري محتمل في حالة رفض أن يتنحى يحيى جامع. ده كان آخر خبر معانا في فقرتنا الإخبارية. عايزة أقول لكم بقى من برضو المواضيع المهمة جدا، انتوا عارفين طبعا ان يعني في ناس كتير وعدد كبير من المشاهدين بيتواصلوا معانا طبعا عن طرق التواصل بتاعتنا، والحقيقة جالنا استغاثة مهمة ولازم تكون محط اهتمام. احنا النهاردة هنتكلم عن طفل في انتظار الموت للأسف الشديد لأنه عنده متلازمة الكلى ومش بيستجيب للعلاج. الاستغاثة دي وصلتنا من والد الطفل اسمه محمد من ساعة ما اتولد وهو عنده متلازمة اسمها متلازمة الكلى، مش مستجيب للعلاج خالص لغاية دلوقتي. مستشفيات محافظة الشرقية مش عايزة تستلمه ومش عايزة تخليه عندها لعدم استجابته لأي نوع من أنواع العلاج. الولد مهدد بالموت في أي لحظة. طيب دي صور محمد للأسف، أنا أسفة طبعا لعرض هذه الصور على الناس ممكن تتضايق بس إحنا لازم نعرض الصور لأن الولد بيموت ولازم نلحقه. أنا معايا مدام شيماء شبيرو والدة الطفل. شيماء، مدام شيماء. أيوة معاك يا فندم. ألو. أيوة أيوة يا شيماء اتفضلي كده قولي لي حالة محمد إيه وعنده كام سنة؟ محمد حالة متلازمة كلوية غير مستجيبة للأدوية، يعني ما بيستجيبش على الأدوية خالص، دخلنا له كذا دواء وغلبت معاه والله يا أستاذة ومش نافع مع أي دواء، أي دواء زي ما حضرتك شايفة منظره ده. يعني الحمد لله ده اختبار من عند ربنا بس شديد عليا شويه والله. طب اسمعيني يا شيماء دلوقتي هو من يوم ما اتولد هو عمره قد ايه دلوقتي؟ هو دلوقتي عنده 3 سنين ونص وهو من يوم ما اتولد وهو تعبان عنده متلازمه كلويه غير مستجيبه للكورتيزون وغير مستجيبه للادويه بالمره. بياخد البومين وبلازما يا استاذه بطريقه غير معقوله. انا دلوقتي حالا انا كنت امبارح مش لاقيه مكان اقعد فيه بالولد، ولد كان بقاله كده 3 4 ايام بالطريقه اللي انت شايفاها دي لحد دلوقتي ابني بالطريقه دي. عايز البومين باي طريقه، الالبومين الازازه ولا لاقيينها، وهنا الاطفال بتموت في الجامعه بيموتوا ولا لاقيينها ولا لاقيينها ولا لاقيين بلازما فصلته ولا لاقيين اي حاجه تفضي اللي هو فيها دي. عملوا له كذا مره بذل كذا مره غسيل بروتوني وحالته كده. عايز زرع وانا فقيره مش معايا فلوس ان انا اروح ازرع له بره مصر. انا تعبت يا استاذه. شيماء هم قالوا لك الحل الوحيد الزرع؟ الحل الوحيد الزرع، وان هم على الاقل دلوقتي لغايه ما يتم ال5 سنين نلاقي البومين. مش لاقيين البومين يا فندم، مش لاقيين البومين في الصيدليات ولا معانا نجيب ولا في المستشفيات اللي انت بتروحيها بمحمد.
حضرتك انا على طول بروح بيه، انا رحت بيه المنصوره ومش كان في علاج، رحت بيه ابو الريش واتبهدلت وما كانش في علاج. دلوقتي انا في مستشفى جامعه الزقازيق، جيت امبارح واول 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 بقالي كذا يوم باجي، يقولوا موت السرير فاضيه يا استاذه، والنهارده وامبارح. يعني يا شيماء كل ما بتروحي مستشفى بيقول لك مفيش سرير فاضيه، ولا بيقول لك الولد حالته مش مستجيبه مش هناخده؟ لا بجيب بروح بيه بقعد بيه، بس حالته مش مستجيبه. ده كسر كلهم غلبوا معاه، قولوا حالته مش مستجيب، علاجه مش موجود هنا، وبمشي. انت مكانك فين دلوقتي يا شيماء؟ انا دلوقتي فين؟ انا دلوقتي رجلي لسه جايه امبارح بالليل، محمد ابني دخل عنايه مركزه. ايوه انت فين دلوقتي؟ في صدناوي في الزقازيق. طب خليكي معايا على الخط دقيقه واحده، انا معايا على الناحيه الثانيه دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه. دكتور خالد صباح الخير يا استاذه. صباح الخير يا دكتور، انا عارفه ان حضرتك مش بتتاخر علينا ابدا في الحالات، خصوصا الحالات الانسانيه، ودايما بشكرك على التعاون. يعني اطلاقا يا فندم اتفضلي. صح. طيب دكتور، يعني احنا دلوقتي معانا حاله محمد عنده متلازمه كلويه، مش بيستجيب خالص للعلاج زي ما حضرتك سمعت كده من شيماء، ومش عارفين نوديه فين. يعني الام دلوقتي زي ما حضرتك شايف في حاله انهيار، فمش عارفه تودي البلد فين. الحل ايه يا فندم؟ هي لا لاقيه دواء ولا عارفه تعمل زرع. عمره قد ايه؟ عمره 3 سنين ونص يا فندم. طيب هو موجود فين دلوقتي؟ في الشرقيه في مستشفى جامعي ولا مستشفى خاص؟ هي في الزقازيق. مستشفى جامعي. مستشفى صدناوي في الزقازيق يا فندم. طيب احنا هنحتاج ننقله وهنجيبه عندنا هنا مستشفى بوريش، مستشفى عفوا اطفال مصر، اسمها اطفال مصر. مستشفى اطفال مصر مكانها فين يا فندم؟ موجوده في السادس. ابو الريش؟ اطفال مصر. ابو الريش، اوكي. تمام. طيب اقول خليني بس اقول لحضرتك في ابو الجامعي وفي ابو الريش اطفال مصر طبعا. ابو الريش دي مستشفى فيها كل التخصصات وفيها اساتذه من الجامعات موجودين فيها، وفيها موجود مستلزماتها وموجود اليومين فيها. هي محتاجه اليومين، عندنا اليومين متوفر الحمد لله فيها كاحد مشتقات الدم موجود. طب متوفر بالفعل. دكتور خالد هي بتقول ان مش متوفر، مش لاقيه خالص. فندم هي بتقول مش متوفر في المستشفيات الجامعيه اللي راحتها على حد قولها. انا بقول ان احنا عندنا البيومين متوفر في مستشفيات وزاره الصحه، وموجود ايضا في مستشفى اطفال مصر فيها البيومين اللي هي هتحتاجه. فاحنا هنوجهها لمستشفى اطفال مصر، وانا هتواصل مع الدكتور محمد طه مدير المستشفى علشان يعرض حاله الطفل على الاستشاريين ويشوف ايه اللي محتاجه او ايه اللي محتاجاه علشان نقدر نعمله. طيب دكتور خالد معلش، هي مدام شيماء دلوقتي تروح لمين بالظبط وامتى؟ دكتور محمد طه مدير مستشفى اطفال مصر. دكتور محمد طه مدير مستشفى ابو الريش اطفال مصر. انا هتواصل معاه على طول وهبلغه الحاله، وهو يعرض الحاله على لجنه من الاستشاريين ويرفع لنا تقرير بالحاله، نشوف ايه اللي مطلوب عشان نقدر نعمل. طيب يا شيماء، شيماء معايا؟ ايوه شيماء انت سامعانا؟ ايوه سامعاك يا فندم. بص يا شيماء دلوقتي انت هتاخدي محمد. قبل كده انا رحت قبل كده ابو الريش. اسمعيني بس، اي حاجه منها ولا عملنا فيها اي حاجه. أنا طيب ما هو مشكور يعني، شكرا ليه، وهو الكلام اللي قاله ده ربنا يكرمه ويجعله في ميزان حسناته، بس انا رحت قبل كده وما حصلش حاجه. انا اجيب لا روحي تاني، روحي تاني. اروح تاني؟ حاضر. طب اسمعيني، في توصيه، انت هتروحي دلوقتي مستشفى اطفال مصر. مستشفى تمام. اطفال مصر تمام. هروح تمام. وهيوصلوكي الدكتور محمد طه مدير المستشفى. يعني انا اروح دلوقتي مستشفى اطفال مصر؟ ايوه. فين بالظبط؟ اروح ازاي دي؟ بصي هيدوكي العنوان بالتفصيل، هيدوكي العنوان بالتفصيل بس ما تقفليش. بصي يا شيماء، دكتور اسمه تمام. محمد طه مدير المستشفى، وهو حالا الدكتور خالد مجاهد هيكلمه علشان يتواصل معاكي. ماشي. طيب واستاذنك لو سمحتي بعد كده تتابعي معانا الحاله بتاعت محمد، ربنا يقومهولك بالسلامه ان شاء الله. ربنا يخليك يا ست الكل، جزاك الله خير. وبرده انا عايزه برده اوصل صوتي، اطفال كتير يا فندم بتموت، اطفال كتير قوي 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 بيموتوا، والله العظيم احنا تعبنا. انا بقالي 3 سنين على الحال ده، ازازه الالبومين بقت ب 400 جنيه، احنا نجيب منين؟ انا جوزي مش شغال موظف ولا اي حاجه، وانا كمان مش موظفه عشان اجيب ازازه كل 12 ساعه ولا كل 8 ساعات ازازه البومين، اجيبها منين؟ حتى فصيله الدم انا مش لاقياها، ايه موجب مش لاقياه، والفصيله الكيس ب 50 جنيه. والله العظيم احنا هنموت اقسم بالله. ربنا يهون علينا وربنا يشفيهم. ربنا يشفيهم يا رب كلهم ويعافيهم، وباذن الله احنا بنعمل اللي علينا، وان شاء الله باذن الله ربنا يقوم لك محمد بالف سلامه. اتحركي دلوقتي لو سمحتي يا مدام شيماء.
دكتور خالد. انا مع حضرتك يا استاذه ما بس عايز اعقب تعقيب. اتفضل. شوف يا فندم، اولا بس يعني الاطفال بيدخلوا تحت مظله التامين الصحي. تحت مظله ايه يا فندم؟ التامين الصحي. مستشفى اطفال مصر دي مستشفى تامين صحي، وبيتم علاجهم على نطاق التامين الصحي بدون تحملهم، ويعني ما بيدفعش جنيه. عشان حضرتك بس في الصوره، علشان هي قالت انا كيس الالبومين غالي ب 400 جنيه، المفروض ان مستشفى الجامعه هي بتخش تتعالج فيها ما بتدفعش فلوس. مستشفى التامين الصحي هي بتتعالج على نفقه التامين الصحي، وهو ده اللي هيحدث عندنا لما يتم تحويلها لمستشفى اطفال مصر. طيب. فكيس الالبومين الالبومين سعره غالي علشان يكون متوفر، لانه كان في ازمه انه ما كانش متوفر، ولكن الغير قادرين بيتم علاجهم يا اما على نفقه التامين الصحي لو هما يخضعوا لمظله التامين الصحي، يا اما على نفقه الدوله لو المريض ملوش تامين صحي. طيب. عموما يا فندم انا يعني شكرا للتوضيح، وممكن تكون مدام شيماء بس يعني حصل معاها لغط، وفقا لان هي اكيد طبعا نظرا لان هي اكيد في حاله من التوتر الشديد زي ما حضرتك شايف، الواحد برده ساعات ما بيبقاش عارف ايه اللي ليه وايه اللي عليه، خصوصا في حالات المرض والولد فعلا بيموت من ايديها يعني. فانا يعني الحقيقه عموما بشكر حضرتك شكرا جزيلا على الاستجابه السريعه، واتمنى يا فندم كمان ان دكتور محمد طه مدير المستشفى ان شاء الله يتواصل ونتواصل معاه باذن الله، علشان باذن الله محمد يقوم بالف الف سلامه، الف سلامه على محمد والف سلامه على كل اطفال مصر. بشكرك مره اخرى دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه. قبل ما نروح لفقرتنا الرئيسيه الاولى في هذه الحلقه، هنتابع مع بعض دلوقتي من خلال هذا التقرير مؤتمر صحفي تم بالمتحف المصري بالتحرير بالاشتراك مع السفاره الامريكيه حول منحه مقدمه من صندوق سفراء الولايات المتحده نحو اعاده الترميم وايضا صيانه وتوثيق الاثار بالمتحف المصري بحضور كل من صباح عبد الرازق مدير عام المتحف والمستشار الثقافي للسفاره الامريكيه ومسؤول برنامج صندوق دعم السفارة AFCP. نشاهد. أقيم مؤتمر صحفي عالمي بمقر المتحف المصري بالاشتراك مع السفارة الأمريكية بالقاهرة، حيث انطلق مشروع توثيق وترميم وصيانة مجموعة من التوابيت الخشبية الموجودة بالمتحف المصري. طبعا احنا هنا سعداء كأمناء متحف بوجود منح زي دي، ويا ريت منح اكتر. هي حوالي 130 الف دولار امريكي، وهذه المنحه تعد من المنح الكبيره. المنحه دي بتحصل اول مره في المتحف المصري. ديت المنحه تقدم ليها المتحف المصري في ديسمبر عام 2015، وتم الاعلان عن نتيجتها في اغسطس 2016. والنهارده بنحتفل ببدء العمل ان شاء الله في تنفيذ هذا المشروع، وهو توثيق وترميم التوابيت الخشبيه المعروضه في بدروم المتحف الموجوده في بدروم المتحف وفي الدور الثالث بالمتحف المصري. المشروع بيتيح الفرصه ان احنا نحسن مساحات اللي بتخزن فيها المواد الخشبيه والمواد الملونه، وده بالتالي بيتيح فرصه لحفظ التراث الثقافي لمصر كلها. وزارة الآثار ستتخذ أقصى درجات الحذر في عملية المتابعة أثناء عملية الترميم وإعادة إحيائها. هو تحدي كبير، إن أول مرة أنا بعتبره أكبر مشروع ترميم يمكن في العالم حاليا بيخص هذه المادة بالتحديد اللي هي التوابيت الخشبية. لم يكن هناك مشروع بهذا الحجم سواء من قبل بهذا الشكل، يتناول حوالي 600 اكثر من 600 تابوت خشب. We look at a number of factors when we identify projects to support. في عدة معايير أهمية المشروع، أهمية المكان، زي مثلا لو كان المطلوب ترميمه دي الحاجات المطلوبة ترميمها دي، لو استنينا عليها حتفنا تماما ومش هتنفع إصلاح ولا لا. كمان بنبص زي اللي حصل هنا في المشروع بتاع التوابيت، إصلاح التوابيت، ترميم التوابيت في المتحف المصري. كمان بنبص على العائد، إيه الفايدة اللي هتعود على الشعب نفسه، هل دي فايدة مهمة، هل دي والحاجة الطارئة حاجة أهميتها بالنسبة للمجتمع نفسه. منحة
من الكونغرس الأمريكي مر عليها 17 عام على مستوى دول كثيرة، وفازت بها مصر عام 2015. فبهذا المشروع خطوة نحو إعادة هيكلة وترميم وصيانة أثارنا الفرعونية المصرية والحفاظ عليها. يبقى التراث المصري هو محط الأنظار ونقطة التقاء بين الشعوب. جاكلين ماهر، صباح دريم. أهلا بحضراتكم مرة أخرى مشاهدينا، وعايزة في البداية كده أعتذر لحضراتكم عن تقديم فقرة قانون التصالح في البناء على الأراضي الزراعية، مش هنقدر نقدمها النهاردة، وإن شاء الله لاحقا هنناقشها مع حضراتكم في حلقات مقبلة، بنوعدكم بده بإذن الله. النهاردة هنتكلم برضو في هذه الفقرة زي ما قلنا لحضراتكم عن دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسعار. هنتكلم في كل السلع، وكمان هنتكلم في الشكاوى اللي بتجيلكم من العربيات. طبعا ناس كتير جدا عندها شكاوى، سواء من العربية نفسها، من قطع الغيار، من أي حاجة من الكلام ده. ده طبعا بالإضافة إلى الأجهزة اللي الناس بتشتريها، لأني شايفة برضو أن في ناس كتير بعتت لنا بتشتكي من تلفزيونات وتلاجات وغسالات وسخانات والحاجات اللي دايما بنتعامل أو بنحتك معاها بشكل مباشر. أنا في انتظار طبعا كل شكواكم على أرقام تليفوناتنا اللي قدامكم على الشاشة، أو SMS على 9 11 70، وعلى صفحتنا كمان على فيسبوك تقدروا تتواصلوا معنا صباح دريم بالعربي أو بالإنجليش. يسعدنا طبعا أن نرحب بضيوفنا الأعزاء في هذه الفقرة، مستشار الأستاذ مصطفى عبد الستار، مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بجهاز حماية المستهلك. أهلا بحضرتك يا فندم. برحب أيضا بالأستاذ أشرف عادل، مدير الإدارة العامة لشكاوى السيارات بجهاز حماية المستهلك. أهلا بحضرتك. طيب احنا قبل بس استأذن حضراتكم معلش، قبل ما نبدأ في موضوع حلقتنا النهاردة، احنا كنا قبل الفاصل اتكلمنا على حالة محمد، وكانت والدته يعني الحقيقة عندها شكوى. احنا معانا على الهاتف دكتور محمد طه، مدير مستشفى أطفال مصر. دكتور محمد صباح الخير. ألو ألو. أي دكتور صباح الخير. صباح النور دكتور محمد. احنا يعني طبعا بنشكر حضرتك على الاستجابة، وعايزة سريعا كده اشرح لحضرتك حالة محمد. محمد طفل عنده متلازمة كلوية من ساعة ما اتولد، وهو عمره دلوقتي 3 سنين ونص، غير مستجيب للعلاج ابدا. فالحقيقة يعني والدة محمد معانا على احنا والدة محمد معانا يا جماعة. طيب شيماء، شيماء. ايوه مع حضرتك. طيب شيماء، الدكتور محمد طه مدير مستشفى اطفال مصر معاكي. اتفضلي اتفضلي احكي له، عشان احنا بنوصلكوا اهو ببعض على الهواء. اتفضلي. صباح الخير يا دكتور محمد. انا ومامه محمد حسن، هو حاله متلازمه كلويه غير مستجيبه للادويه. يعني هو حالته مش مستجيب للدواء. ماشي، هو بياخد دلوقتي هو بياخد ادويه، ماشي على ادويه، والدواء الادويه دي برده منها السلاسبت ده مش مستجيب برده ليها. تمام، هو بياخد بلازما والبومين، بس انا مش عارفه اوفر له الالبومين، وبطنه زي ما حضرتك شفتها كده كبيره قوي كده، كل شويه يدخل مني في الموضوع ده، كل شويه يدخل مني في الموضوع ده. ليه؟ لانه كل الدكاتره شافوه. انا رحت بيه ابو الريش، جيت بيه عندكم، ورحت بيه المنصوره، ورحت بيه جيت هنا مستشفى الجامعه. الدكاتره كلهم بيقولوا حالته هو يفضل طول عمره كده، يا اما يزرع. طب انا دلوقتي ازرع له ازاي؟ طيب الادويه كلها اللي هو بياخدها دي ولا بتعمل له حاجه، مش عملت له غير بس ان هو جسمه ضعيف قوي، رجليه وايديه ضعيفه، مش بيعرف يمشي، وهو عنده 3 سنين ونص. تمام، فانا مش عارفه اعمل ايه، مش لاقيه دكتور يعالج ابنك صح، مش لاقيه دكتور يعالجه بطريقه صح. في دكاتره ده يغير دواء ده وده يغير دواء ده، والواد هو اللي تعبان في الاخر. والله العظيم بطنه دي بقى لها كده اكتر من اسبوع انا ما عارفه انزلها الميه اللي فيها. طيب شيماء، شيماء دقيقه واحده كده خليكي معايا. دكتور محمد الو الو دكتور، احنا كنا تواصلنا مع دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة يا فندم، وقال لنا يعني ان احنا نتواصل مع حضرتك، احنا بس طالبين الاهتمام بحالة الطفل محمد حسن، وعايز اعرف بقى يعني يجوا لحضرتك ازاي وامتى يا فندم. هما دلوقتي موجودين في مستشفى صدناوي في الزقازيق. طيب بص حضرتك، هي تجينا بتقرير طبي من المستشفى اللي هي موجودة فيها، وتجي لنا يوم السبت ان شاء الله الساعه 12 الظهر،
واحنا هنعرضها على استشاري الكلى وده استاذ في جامعه القاهره. أيوة. وهيحط لنا البروتوكول بتاعها هل هي محتاجه علاج دوائي او ان احنا هنحولها على الزرق طبقا للحاله اللي هي موجوده يعني. بعد ساعات بتبقى الحالات فعلا صعبه وعلاجها بيتطلب وقت طويل فدي ما فيش فيها مشكله ان شاء الله. بس العرض على الاستاذ الجامعي ويحط لنا البروتوكول وان شاء الله احنا نطمنها ونقول لها هي ممكن تستمر ازاي. طيب شيماء. ايوه. طيب يوم هتجيبي الاول تقرير طبي من المستشفى اللي انت فيها بالحاله. تمام معايا انا تقرير طبي معايا انا معاكي. طيب أيوة. بصي بقى يا شيماء يوم السبت الجاي الساعه 12 الظهر هتروحي مستشفى اطفال مصر هتقابلي دكتور محمد طه وهو هيعرض محمد ابنك على الاستشاري الكلى اللي هيقرر بحالته العلاج يبقى ازاي بالظبط. ماشي يا فندم. ماشي حاضر. طيب يوم السبت الساعه 12 الظهر. ايوه يوم السبت الساعه 12 الظهر. الدكتور اسمه ايه محمد طه؟ دكتور محمد طه مدير مستشفى اطفال مصر. ماشي ماشي يا استاذه شكرا. طيب يعني استاذنك بقى لو في حاجه انت دلوقتي بس يا جماعه شيماء ما تقفليش. طيب نودي لها بس العنوان واسم الدكتور بالتفصيل والميعاد يا جماعه لو سمحتوا علشان ما تتلخبطش ربنا يقومه. بس بألف سلامة شيماء لو عندك أي مشكلة في الموضوع ده يا ريت تحاولي تكلمينا مرة تانية. طيب بجد ترحيبي طبعا بضيوف الأعزاء مرة أخرى بس كان لازم نهتم بالحالة الإنسانية دي. طيب احنا دلوقتي يا فندم عندنا شكاوى أكيد كتير ويعني وأسئلة كتير جدا بس احنا عايزين من حضرتك دلوقتي أستاذ مصطفى في البداية تكلمنا عن دور الجهاز بالظبط جهاز حماية المستهلك ده منوط بيه ايه بالظبط المفروض يعمل ايه. هو جهاز حمايه المستهلك انشئ سنه 2006 بموجب قانون 67 لسنه 2006 لصون حقوق المستهلك ورعايه مصالحه وذلك عن طريق سلعه او خدمه لا يشوبها عيب او نقص. يعني الجهاز ده مهتم ان اي سلعه واي خدمه. طبعا احنا بنعتبر العقارات مش سلعه طبقا للقانون المصري. يعني نتكلم على السلع فالسلع كسلع السلع كسلع والخدمات كخدمات. كويس احنا مهتمين بيها ان انت دفعت مبلغ من المال تاخد قصاده السلع اللي تعادل المبلغ دوت والتن السلعه ديت مستمره في القيام بدورها خلال فتره الضمان او خلال الفتره اللي انت متعاقد عليك فيها. يعني انت عندك مشكله في سلعه عندنا الماده 8 في القانون بتقول في حاله ان السلعه يشوبها عيب من حقك تستبدلها او تسترجعها خلال 14 يوم دون اي تكلفه اضافيه. كويس. حقك كمستهلك تخش تقول له لا السلعه دي فيها عيب بدلها. احنا كحمايه المستهلك تبدل السلعه مش تبدل لا تبدل السلعه ولا تبدل السلعه او تاخد ثمنها ده حسب رغبه المستهلك لان في مستهلك خلاص نفسيا مش هينفع يتعامل مع السلعه دي تاني. انا بسال حضرتك ليه بقى السؤال ده في بعض الاماكن يقول لك بدل بس مش هديك الفلوس. لا بص حضرتك السلعه لو يشوبها عيب الزام على التاجر انه يرجع الفلوس او يستبدل السلعه طبقا لرغبه المستهلك لكن في بعض المحلات خلال ال 14 خلال 14 يوم. طب بعد 14 يوم احنا بنكمل حاجه اسمها فتره الضمان عشان كده بنادي المستهلكين يا جماعه خدوا ضمان احنا نضمن لكم الحاجه ديت خلال فتره الضمان سنه 2 3 انت لو هم ما عرفوش يصلحوا خلال فتره الضمان بيستبدلوا ما عندهمش استبدال بيرجعوا المبلغ اللي انت دفعته. يعني انت كأنك استهلكت السلعه الفتره دي كلها بشكل مجاني وبتسترد المبلغ اللي موجود في الفاتوره. تمام ده بالنسبه لدور الجهاز يا جماعه وقصه الفاتوره دي هنفضل برضو نتكلم عنها على فكره طول الحلقه. محدش يشتري حاجه من غير فاتوره لو سمحتوا اي حاجه اي يعني اي نوع من انواع السلع محدش يشتري حاجه من غير فاتوره وضمان طبعا وضمان. طيب استاذ اشرف العربيات بقى الشكاوى فيها يعني ظاهره غير طبيعيه خصوصا اليومين دول عربيات غاليه ملناش دعوه في يعني حاجة انفلات غير طبيعي في أسعار السيارات في مصر. القصة بقى مش في السعر العالي القصة إن أنا بروح أشتري عربية المفروض إن هي جديدة يعني زيرو وأبتدي أستعملها وبعد ما أدفع ثمنها ده في بقى كذا استفسار ده أول استفسار بقى بعد ما أدفع ثمنها أكتشف إن العربية دي فيها عيوب أروح بقى المعرض يقول لي ماليش دعوة هو أنت خلاص كده أعمل إيه؟ أقول لحضرتك زي ما الاستاذ مصطفى عبد الستار قال احنا بالنسبه لنا اي سلعه او خدمه لا يشوبها عيب او نقص وتكون مغطاه بالضمان خلال فتره معينه عليك طالما العربيه جوه الضمان المورد اللي هو الصانع للعربيه دي او وكيله في مصر مسؤول عن اصلاح كافه العيوب اللي موجوده في السياره. مش بس كده لو الكلام ده ظهر في الفتره الاولى من تاريخ شراء العربيه دي يعني زي ما الاستاذ مصطفى قال فتره 14 يوم
15 يوم يقدر ال 14 يوم الاولى يقدر يبدل العربيه ويقدر يسترجع فلوسها. ده جزء. الجزء الثاني يسترجع فلوسها كامله؟ كامله يا فندم طبعا. انا حضرتك دوهت الحاجه دلوقتي ان في بعض الاماكن بتقول له لا انا بدلها لك ما رجعلكش الفلوس. الوضع حاليا اختلف شويه. في حالات يقول له لا خد فلوسك مش هبدلك. في ظل طبعا تزايد الاسعار اللي موجود الحالي بقى في الغالب يرجع له فلوسه هو اكثر ربحيه ليه من ان هو يبدلها له. فحاليا الايه اتقلبت شويه بقى دلوقتي موضوع رد الثمن بقى اسهل من الاستبدال. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه لو العربيه فيها عيوب والعيوب دي غير قابله للاصلاح او تكررت مرات عديده خلاص هنا حق المستهلك انه يبدل العربيه دي باخرى. انا مش جايب العربيه بتاعتي عشان اقعد خلال فتره الضمان كلها افضل اصلح فيها. اصلح فيها ما ينفعش يا فندم. احنا بالنسبه لنا المعدل تقريبا احنا بيجي لنا خلال السنه تقريبا انا بتكلم على سلعه السيارات بيجي لنا في معدل حوالي 1000 2000 ونص شكوى سنويا من السيارات بس. ابرز الشكاوى من السيارات ايه؟ يعني يا فندم ابرز يعني عيوب 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 صناعه ولا اصل في بقى شكوى ثانيه؟ ما انا هقول لحضرتك مظبوط كلام حضرتك مظبوط. انا بتكلم ان هي الريت بتاعها بتبقى معدل 2000 ونص شكوى سنويا. انا لازم احقق في الشكوى الاول، لازم اعرف الشاكي ليه حق ولا ملوش حق. الكلام ده ليه مرجعيه معينه، انا لما بتجيلي الشكوى بكلم الشاكي بفهم منه طبيعه شكوته ايه. وبعدين بتواصل مع الشركه وبلغهم بالشكوى عشان ياخد اكشن فيها. بيجي لي رد فيدباك معين، الفيدباك دون غالبا 75% من الشكاوى بتتحل بطريقه وديه. لان الشركه خلاص احنا متواجدين في السوق من فتره كبيره موجودين ما بين الشركات من 10 سنين. ده بالنسبه لعيوب التصنيع مش كده؟ بشكل عام انا بكلم العيوب كلها سواء عيوب تصنيع او اي عيوب ايا كانت. تمام. ال 10 سنين احنا موجودين فيهم في السوق دول بالتاكيد خلاص خلاكي الشركات عرفت ان في قانون اسمه حمايه المستهلك، في جهاز اسمه حمايه المستهلك، عنده قواعد معينه وقوانين معينه بيطبقها فبالتالي بيحل المشكله. ف 75% من الشكاوى بتتحل بطريقه سهله جدا وفيها سلاسه، بيشوف العيب ايه، والله في مشكله في الفلتر بيغيره، في مشكله في التيل بيغيره، فالموضوع سهل. النسبه الباقيه هي دي النسبه اللي بيبقى فيها خلاف ما بين الطرفين. اللي هي مثلا الشاكي يقول ده في عيب في العربيه، الشركه تقول لا العربيه ما فيهاش عيب. او العكس، او ان الشركه تقول هو انا هثبت ازاي بقى ان العربيه لا دي حته بقى دي جزئيه بقى احنا بنثبتها. ازاي؟ او ممكن الشركه تقول لي ده سوء استخدام من جانب العميل، العميل يقول لي والله انا استخدمت السلعه وفقا للمعطيات وفقا للي مكتوب في كتيب الاستعمال. تمام. هنا السيد رئيس الجهاز مشكل عندنا في الجهاز لجنه فنيه للسيارات. اللجنه الفنيه دي مشكله من 3 اعضاء فيهم رئيس لجنه ده اللواء دكتور مهندس وعندي 2 دكاتره. 2 دكاتره واحد من كليه هندسه عين شمس. أيوه. وواحد من هندسه المطريه اللي تتبع جامعه حلوان. اللجنه دي بتقعد مع الاطراف ولو اقتضى الامر تقدر تشوف العربيه وتقرر العيب في العربيه سببه ايه؟ يا هل ترى هو فعلا عيب في العربيه يعني ولا سوء استخدام؟ طيب وفي الاخر بيطلع تقرير فني. الازمه بقى اللي بتبقى موجوده واللي برضو سمعناها من ناس كتير، انا دلوقتي اشتريت عربيه ثمنها كذا خلاص وتعاقدت عليها، تعالى ادفع عربون، العربيه مثلا ب 150 ب 200,000 جنيه. راح دفع عربون بعدين قال لك هتستلم بعد اسبوع، معلش اصل العربيه ثمنها زاد بقت ب 220,000. كلام حضرتك مظبوط جدا. طب هو ماله، هو ماضي عقد على اساس ان العربيه ب 200,000 ادفعه 220 ليه؟ طب انت هتكتب لي في العقد 220؟ يقول له لا. طب لا ليه؟ ما انا مش فاهمه بقى النقطه دي. حضرتك فتحتي موضوع غايه في الاهميه. دلوقتي حضرتك انا لما بروح اتعاقد على عربيه اشتري عربيه في الغالب ما بتبقاش معظم السلعه نفسها ما بتبقاش موجوده في بعض الاحيان، يعني الشخص ده بيبقى يا اما بيستوردها او بيدخل بيعمل ويتنج ليست للناس اللي طالبه حجز العربيه. تمام. فهو عنده ويتنج ليست مثلا وليكن 1000 عربيه 2000 عربيه ممكن اللي يكون متاح عنده عدد معين مش هو العدد ده كله. فبيعمل ان التعاقد ده بيبقى بعد فتره، تنفيذ بعد فتره. احنا بننوه للناس وبنقول لهم بنوعيهم لو حضرتك تعاقدت على عربيه يفضل ان شروط التعاقد تكون واضحه وما فيش فيها لبس. يعني حضرتك هو قال لك العربيه مش موجوده تبقى انت من البدايه عارف ان العربيه مش موجوده. لو قال لك العربيه موجوده يبقى لازم العقد بتاعك يكون فيه تاريخ تسليم. اي فندم بس لو هو لو العربيه مش موجوده وهو قال له العربيه ثمنها كام؟ ثمنها كذا، مش موجوده هجيبها لك، يعني انا هشتريها بكذا، يعني انا مالي بقى هي مش موجوده فاجي اشتريها هشتريها منين؟ يا هل ترى هو لسه هيستوردها؟ ومشكله زياده سعر الدولار وزياده الاسعار في حادثاتها. طب هو ليه ما بيكتبش الكلام ده في العقد؟ ما هو لا بيكتب، هو بيكتب دايما ان السعر يحدد عند الاستلام وفقا للاليات وفقا لسعر الدولار. فعشان كده بنقول للناس لو حضرتك اسال اسئله محدده خلي عندك وعي، اسال اسئله واقرا بقى العقد كويس خصوصا في قصه العربيه. اقرا العقد كويس نمره واحد. نمره اتنين اسال العربيه موجوده ولا مش موجوده؟ لو قال لك موجوده هجيبها لك في خلال يومين تبقى العربيه موجوده،
يبقى حضرتك حدد سعر. طب سؤال، لو قال له هجيبها لك في خلال يومين وقال له في اليومين دول زادت، ما هي العربيه موجوده زادت، بقى يقول له اصل الدولار اصل القطعه الغيار اصل انا مش عارف. هيقدر يستورد عربيه في يومين؟ هي اللي تجيبها من بره في يومين؟ لا طبعا ما يقدرش. يبقى حضرتك من البدايه لو قال لك يومين بعد اذنك حدد السعر في العقد دوت. حضرتك هو شايف ان في امكانيه للغش والتدليس بعد اذنك، انا اسف جدا، في 500 الف معرض غير المعرض ده. يشوف حد غيره يا فندم. حضرتك لو انا ما اشتريتش من الشخص المدلس دوت او الشخص اللي بيتعمل التضليل، اشتريتش منه وحضرتك ما اشتريتيش منه وانا ما اشتريتش منه، حضرتك هيبقى في وضع وحد للموضوع ده. طيب انا برضو عندي كذا سؤال استاذ مصطفى، بس معانا تليفون احمد من القاهره. فندم الو. ايوه اتفضل. ألو. اتفضل يا احمد. حضرتك دلوقتي جهاز حمايه المستهلك بتصل بيه من قبل فوق اسبوعين غير بيديني جرس وفي ارقام بتديني مدفوعه من الخدمه، ليه؟ مش عارف. تمام، مفيش تواصل يعني؟ مفيش تواصل. لا. طيب شكوتك ايه يا احمد؟ شكوتي بخصوص موبايل. موبايل؟ اه. ايه الموضوع؟ الموبايل كنت جايبه ب 1900 جنيه من حوالي سنه الى شهرين. وقالوا لي الشركه قالت لي ايه، جيب لنا فاتوره ضريبيه. فجبت الفاتوره الضريبيه بالفعل وديتها لهم، قالوا لي لا ده كده الفاتوره منتهيه، مع ان انا مسلم مشتري الجهاز بتاريخ 5/9/2015 ومسلم الجهاز في الفرع للمره الثانيه بسبب العيب 4/9/2016. تمام. فجهاز حمايه المستهلك اجبرهم اللي هم ايه يحلوا يصلحوا. قبل ما هم ما يصلحوا الجهاز انا جايبه ب 1900 جنيه عايزيني اشيل تكلفته. تكلفته كام بقى يا استاذه؟ 2600 جنيه. اه 2600 جنيه. تمام. والجهاز سلمته ثاني في الفرع بنفس العيب وبنفس العطل، معايا ثلاث وصولات بالتسليم. طيب. في شركه سكاي. تمام. طيب، اي استفسار يا استاذ مصطفى؟ لا شكرا. طيب، هيعمل ايه الاستاذ احمد؟ هو طبعا احنا التليفون بتاعنا 19588 من اي تليفون ارضي. انا فاكر ان احنا عملنا قبل كده مداخله على الهواء مع الكول سنتر بتاعنا، ما لقيتش خالص ان انت عارف تتواصل مع التليفون. لو في ويتنج طبعا عندنا في اكتر من عميل بيتصل، احنا بنيجي من الساعه 4 ل 5 بنشوف مين المشاكين اللي احنا ما ردناش عليهم وبنرجع نرجع نتصل بيهم تاني. في عندنا ابلكيشن على الموبايل يقدر ان هو يخش عليه يقول ان انا عندي شكوى رقم كذا ومحتاج رد، على طول المحقق المسؤول الشكوى بيجي متصل بيه. لكن ما تحاولش تتصل بالتليفونات الارضي لان دي دايما مشغوله، عشان بيبقى محقق الشكوى او الفاحص الشكوى بيتصل بالشركه بيتصل بشكل تاني. تمام. فعلشان كده في كول سنتر شغال على طول. طيب هنرجع تاني لمساله السيارات ولا في تليفون؟ لا انا عايز اعرف بس ده هو هيعمل ايه في حاجه زي كده يعني. هنشوف الشكوى بتاعته طالما الشكوى اتقدمت واحنا خلينا الشركه تصلح، يبقى هنرجع للشكوى بتاعته. انا خدت اسمه وربنا ييسر اول ما نرجع للشغل. طيب بالنسبه بقى يا فندم لبعض الاجهزه حضرتك، يعني خلينا الاول بس نتكلم على الاجهزه وبعدين نتكلم على بقيه، لان في ناس بتسال على السلع عامه بشكل عام. يعني هو في نقطه بس ما نعدهاش اللي هي فكره ايصال الحجز. احنا بنقول الحجز يا جماعه لما تشتري عربيه اكتب هتستلم امتى واكتب الثمن كام، لكن هو التاجر طبقا للقانون المدني والعقد شرائط المتعاقدين بيكتب السعر ويحدد عند الاستلام. الاستلام غير محدد الان، معناه ان هو يجيب لك العربيه كمان 10 سنين ويقول لك ثمنها بقى من ايه 100,000 بقى. طيب. 10 مليون ما نقدرش ندخل فيها. طيب ردا كمان على الاستاذ احمد. ماشي. احنا اهو بنتصل، خليكم معانا كده بالخط الساخن، يعني احنا بنتصل يا جماعه نكلم كده بقى الخط الساخن لو سمحتوا. اتفضلوا اتفضلوا نسمع الرد. مشغول. طيب نتصل تاني، نتصل تاني يا جماعه. استاذ ماها برضو في وسائل تواصل تانيه كتير جدا معانا اهو. لا هو هيديك احنا ويتنج ده، احنا لسه ويتنج. في وسائل تواصل تانيه يا فندم ممكن يتواصل عن طريق الفيسبوك نفسه. احنا حاطين على الفيسبوك، لينا برضو لينا اكونت خاص على الفيسبوك ولينا كمان على في التليغراف، وينفع يبعته بالبريد. لو راح مكتب البريد اللي جنب بيته وقال له انا عايز استماره البلاغ بتاع حمايه المستهلك هيديها له، ومكتب البريد هيبعتها لنا وفقا لبروتوكول معمول ما بين الجهاز والهيئه البريد. تمام. يعني في اكتر من وسيله للتواصل، ويقدر يبعتها فاكس ويقدر يسلمها باليد. واحنا حاليا بقى كمان لينا مجموعه من الفروع على مستوى المحافظات، وفي القاهره كمان في شارع احمد عرابي وفي القريه الذكيه، ويعني احنا بنحاول نعدد وسائل الوصول لينا. تمام. طيب دي وسائل الوصول لجهاز حمايه المستهلك. نتصل تاني يا جماعه بالكول سنتر لو سمحتوا.
عشان بس نشوف، عشان الناس بتقول ما فيش تواصل. طيب استاذ اشرف، في ناس بقى بتسال معلش على نقطه قبل بس ما ندخل على معارض بيع السلع العاديه، في بيقول لك في ناس بتبيع على الفيسبوك اجهزه وكاتبين ماركات، يعني ماركات تلفزيونات وحاجات عالميه، وللاسف اشتروا الاجهزه دي من تلفزيونات وثلاجات وكلام من ده، ولقوها مش هي، يعني عليها بس اللوجو بس، ومش عارفين يعملوا ايه. هو بص حضرتك، احنا طبعا اول حاجه بنناشد المستهلك المصري ما تشتريش من اعلانات التلفزيون، ما تشتريش من الفيسبوك الا لو في رقم ارضي عشان اقدر اجيب الشخص ده، بيدوا نص الثمن. لكن حضرتك لو الرقم موبايل انا ما بعرفش اجيبه، الموبايلات كلها بيبقى مسجل باسماء ناس ثانيه وباسامي وهميه، فبالتالي ما بعرفش اوصل للشخص البائع. احنا الفتره اللي فاتت يعني مسكنا ماركات كتيره جدا مقلده. كان اشهرهم ماركه اسمها ناشونال لايت. دي الشركه الام قالت انا ما بقتش اصنع شاشات من سنه بقالي 20 سنه، من سنه 1980 بقى اسمها باناسونيك. فمعناها ان طب ولحد دلوقتي السوق المصري فيه ناشونال لايت كويس، وبتتباع لا بتيجي تلفزيون عادي ويحط عليه الماركه. بقى في طبعا تقليد للمنتجات اليابانيه، حضرتك تبص تلاقي القناه الفضائيه جايبه لك يقول لك ايه، اثنين تليفون سامسونج، اثنين تليفون هواوي، اثنين تليفون ايفون اللي ثمنه 10 15000 جنيه بيتباع الاثنين ب 500 جنيه. فانت كمستهلك المفروض يبقى طبيعيا عارف ان ده في مشكله. يعني دي حاجه مش منطقيه. طيب هناخد احمد من القاهره. الو فندم. ايوه انا كنت بقدم شكوى بردك بتاريخ رقم الشكوى 30-30-58 بخصوص الموبايل. بخصوص موبايل؟ 5-8 30 وايه اللي حصل؟ رقم الشكوى انا لسه بتكلم حضرتك من شويه يا فندم. انت اللي كنت بتتكلم من شويه. طب وايه اللي حصل؟ ايه اللي تم؟ انا قدمت الشكوى واديلي بتاع اسبوعين المحقق ما اتصلش بيا، مش عارف في ايه. من اسبوعين رقم الشكوى يا فندم 30-30-5-8. طيب يا استاذ احمد حاضر هنتابع. تمام. هو الموبايلات يا جماعه، الموبايلات احنا بناخدها لو الشركه قالت ده سوء استخدام. لو الشركه قالت ده سوء استخدام بنلجا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عشان نتاكد فعلا سوء استخدام ولا عيب صناعه. اي سلعة تانية انا بفحص في جهات تانية زي المواصفات والجوده، زي الرقابه الصناعيه، بنعمل لجان مشكله عندنا من بعض الجهات الحكوميه زي مصلحه الكيمياء ومعامل وزاره الصحه، وزي في السيارات كليه هندسه بتفحص لنا. لكن الموبايلات طبقا لقانون الاتصالات لازم تتفحص في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والناس صراحه متعاونه معانا، بس هو الجهاز في ضغط موبايلات كتير جدا، معروف ان في مواسم للموبايلات، معروف ان الموبايل دايما بيبقى فيه شبهه فعلا عدم استخدام او عيب صناعه، بيبقى حاجه قريبه جدا، يعني دايما الشركه تيجي تقول لك ايه، لا ده فيه ميه، لا ده اتخبط منه، فلازم مهندس ينزل يفحص قبل ما اقول للشاكي انت ليك حق او مالكش حق، وده طبعاً. جهاز تاني بيقوم بيه. طيب معانا تليفون سعيد من السويس. الو. ايوه فندم. اتفضل يا استاذ سعيد، اهلا وسهلا. طب انا ليا شكوى، انا جيت في شهر 4 ايوه 2016 حجزت تكييف في شيبا 1.5. تمام حضرتك؟ جبت تكييف ولا حجزت تكييف؟ قال لي ده بالحج ادفع الفلوس بتاعته. قلت له كان هو جاي عندي في البيت حضرتك بيصلي عندي حاجه في البيت، فقال لي ده بالحج. قلت له اتفضل ادي 1000 جنيه، قال لي هو ب 4300 جنيه او 400 جنيه حاجه زي كده. اديته 1000 جنيه ورحت ثاني يوم المعرض عنده، رحت مديله بقيه الفلوس، خدت بقى حضرتك ال 4200 جنيه او 4400 جنيه. وقلت له يعني انا مش قال بس يوم او اثنين مجرد ما يجي على طول. قلت له عامة انا مش محتاجه دلوقتي وخدت الايطال. قلت له يعني براحتك اسبوع 10 ايام شهر. خدت بقى حضرتك؟ تمام. قال لي ماشي. انتظرت على كده فين؟ انا كنت على اساس ان برضه شقه اللي قلت يعني مش محتاجه دلوقتي، انا خلصت منه ودفعت ايه؟ فلوسه واخدت الايصال منه. فين بعديها بحوالي 5 شهور لقيته بيتصل عليا بيقول لي التكييف زاد، احنا لسه جاي لنا دلوقتي والتكييف زاد ايه؟ 1000 جنيه. قلت له لا طبعا انا قدمت عنده. قلت له انا مش مسؤول ان بالزياده دي، انا مديك الفلوس من شهر 4. دلوقتي احنا بقينا في شهر 7. قال لي ايه؟ طب البنت قالت لي طب انا الباشمهندس، رحت قابلت الباشمهندس قال لي لا طب انت ما قلتليش ليه مش عارف، ان شاء الله اصل هو ما جاش، انتظر ان شاء الله اول ما يجي هنديهولك. لحد النهارده من شهر 4 والفلوس موجوده عنده والوصل معايا اللي انا دافع الفلوس بتاعتي كامله. الوصل مكتوب فيه ثمن تكييف؟ اعمل ايه انا دلوقتي؟ الوصل مكتوب فيه ثمن تكييف او باقي ثمن تكييف؟ لا كامل تكييف كامل 4000 و 8000 لا ليك حق طبعا تاخده بثمن اللي بالثمن اللي حضرتك دفعه يعني ال 4000 ال 4000 ياخده بثمنه طب هم ليه معطلين؟ ما هو الشركات بتحاول تماطل، احنا بنلزم الشركات انها تسلم، لو الشركات ما سلمتش بنعمل لها جنحه اقتصاديه وبيصدر الحكم وبيتنشر في الجرايد.
تمام دلوقتي انا في شهر 4 التكييف كان ثمنه 4400 جنيه ومكتوب كده في الفاتوره صح؟ مكتوب انا دافع 4400 جنيه والتاريخ موجود شهر 4 2016. هو 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 محافظه السويس من المحافظات اللي احنا كنا لسه مع السيد محافظ السويس كان المدير التنفيذي هناك بيختار طبعا مقر لينا عشان يبقى لينا مقر في محافظه السويس. احنا طبعا بنقول له خش دلوقتي على الانترنت ما تستناش تليفونات ولا حاجه وسجل وسجل الشكوى بتاعتك، احنا محتاجين بس رقم موبايل منك يوصل لنا والموضوع يخلص على طول ان شاء الله. طيب استاذ سعيد لو سمحت محتاجين رقم تليفون حضرتك علشان بس نشوف ايه الحكايه دي. استاذ مصطفى عايز الرقم. معانا بشرى من القاهره. الو السلام عليكم وعلى الموجودين. صباح الفل يا فندم، اهلا وسهلا. لو سمحتي انا كنت اشتريت مكنسه كهربائيه من محل ادوات منزليه. ايوه ما فيش يعني من شهر 3 اللي فات من شهر مارس او ابريل حاجه زي كده. ايوه وحصل فيه عطل الموتور اتحرق، فلما بعت للشركه انها تيجي تشوف عينه المكنسه وقال لي لا ده خارج عن الضمان لان انت اشتريته وهو منتهي الصلاحيه من سنتين، يعني معنى كده ان المعرض خلى المكنسه عنده لمده سنتين وباعها لي فكده سقط من الضمان وما رضاش يصلحوا لي، قال على حسابي والموتور اتكلف 870 جنيه صلحتهم ودفعت غصب عني. فمش عارف ايه، انا قال لي انت تشوف مع البايع، احنا المفروض بنلم الاجهزه دي كل 3 شهور. طبعا حاجه غير منطقيه ان هو يدي مكنسه كهربائيه للمحل ويقول له انت بعد 3 شهور ترجع لي كل الاجهزه اللي، فمش عارف ده ايه مظبوط ولا لا. هو ده غير قانوني طبعا، هو القانوني ان البيع بيحسب من تاريخ الشراء حتى لو الجهاز مصنع من سنتين من 3 من 10 سنين البيع بيحسب من تاريخ الشراء، فتره الضمان تبدا من تاريخ استلام المنتج اللي هو من تاريخ يعني اللي هو لا هو ملوش دعوه خالص، المفروض يصلح مجاني ويصلح واللي يصلح المفروض يا الشركه يا البايع. ما فيش حاجه اسمها الشركه بتلم المنتجات بتاعتها، احنا قعدنا مع اكتر من شركه وقلنا لهم لو انتم مش هتعتدوا بالضمان من تاريخ الشراء هنطلع تحذير للمستهلكين ما تشتريش منتج كذا الا لما تبص على الضمان فالمنتجات بتاعتك هتقعد في السوق، لان في الاخر انت منزل سلعه باسم معين انت ضامنها. واحنا يعني واضح ان احنا كمان علينا كمواطنين حاجات يعني لازم نعملها وواضح ان احنا برضو مش فاهمينها. استاذ اشرف دلوقتي الناس يعني الشركات دي بقى يعني كيف يتم السيطره عليها؟ ان المواطن بيبقى رايح عايز يشتري، معلش يعني اعذرني، عايز يخلص، فمش هيقعد بقى يقول له هات كذا وريني والفاتوره ومش عارف ايه. انا عارفه ان ده لازم يعني لازم يعمل كذا، بس التحايل اللي بتعمله بعض الشركات، مش عايز اتهمهم كلهم، بعض الشركات او بعض المعارض بيبقى فوق الوصف يا فندم. بص يا فندم، هو في محورين دلوقتي. في محور ما ننفعش نستغنى عن اي واحد فيهم. المحور الاول خاص بالمستهلك، الراجل ده هو اللي هيشتري السلعه وهو اللي هيستفيد بيها، وان بقاء السلعه بحاله جيده مصلحه لي، يبقى لازم هو الاول يعمل جزء خاص بيه. اولا عليك انا لما اروح اشتري سلعه دلوقتي لازم اعمل جزء عليا ان انا اطلع على تاريخ انتاج هذه السلعه، الحاجات دي بتبقى مكتوبه على العلب العبوات اللي موجوده فيها السلع دي. حضرتك انا ما ينفعش برضو اشتري سلعه مكتوب عليها ان تاريخ انتاجها من سنتين، انا المفروض ابقى انا انسان حريص. حضرتك هو سؤال، هو المعرض ده الوحيد هو المعرض الوحيد اللي بيبيع ولا في معاه معارض كتير جدا بتبيع؟ فندم انا احط مده معقوله عشان ابذل اللي عليا الاول عشان انا اللي ارتاح. انا وقت كل مواطن مش عامله عشان خاطر يجري ورا شكاوى او انه يجري ورا حقه، لا، الاساس هو في المقام الاول ان انا اللي ارتاح. ازاي؟ اتاكد ان تاريخ انتاج السلعه دي تاريخ قريب نمره واحد. نمره اتنين اخد فاتوره عليها كافه البيانات وفيها اسم وعنوان المكان اللي بشتري منه والسجل التجاري بتاعه. حضرتك في ظاهره موجوده ان الناس بتروح تشتري لما بيقول له لا والله هاخد منك ضريبه مبيعات او ضريبه قيمه مضافه يقول له لا مش عايز فاتوره. انت بتضيع حقك بايديك لما ما تاخدش الفاتوره، انت مش هتقدر تثبت ان انت اشتريتها من المكان الفلاني. تمام. لو طلع فيها عيب ومشكله مش هتقدر ترجعها، دي نمره واحد. نمره اتنين يقول له طب يديله بيان اسعار ما عليهوش اسم، هو ولا عدم سواء. يبقى لازم انا كمواطن الاول اعمل جزء فيه حرص ان انا اطلع على التواريخ واخد فاتوره عليها البيانات ويتثبت فيها السعر كامل. طيب الشركات بقى اللي بتخرج زي ما حضرتك قلتي. تمام. يا فندم القانون محدد اجراءات ومحدد اليات وفي مجلس اداره للجهاز بينعقد بيصدر قرارات في الحالات اللي تحت. اذا مهم برضو التواصل جدا ما بين المواطن والجهاز. طيب ناخد بقى شكاوى الساده المواطنين. معانا مينيرفا من الشرقيه. الو صباح الخير. صباح الفل، اهلا وسهلا. اهلا بيك.
لو تعرفي انا شكوتي ابني شرى لي غساله اطباق في يوم عيد الام من 2015 وهو بيركبها الفني، الغساله اصلا عطلانه وهو بيركبها الفني، قال لي اتصلي بالشركه تيجي تبص لك عليها. اتصلتي بالشركه جت بصت. مدام منير حاولت حاولي تكلمينا تاني لو سمحتي. معانا كريم من القاهره. الو غريب. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل يا فندم. انا عندي غساله زانوشي جبتها من شركه زانوشي. في شهر 2/2/16 حصل فيها عطل. الشركه جت صلحته ودفعت 450 جنيه وادوني ضمان سنتين. بعد 3 شهور الثلاجه الغساله عطلت ثاني. اتصلت بيهم قلت لهم ده الغساله في الضمان، ما رضوش يجوا. لما قلت لهم في الضمان ما رضوش يجوا؟ ما رضوش يجوا. المهم اتصلت بحمايه المستهلك وبعت الفاتوره والحاجات اللي طلبوها وقالوا لي طلبك عند الاستاذ رؤوف وادوني تليفونه. اتصلت بالاستاذ رؤوف عده مرات ما حدش بيرد عليا، وبعدين الموضوع ده دخل في سنه اهو وانا مش عارف اعمل ايه. استنى خليك معايا. عايزين رقم تليفون الشركه اللي هو جت صلحت له، رقم تليفون الشركه اللي صلحت له. الشركه اللي انت بتتعامل معاها ممكن لو سمحت تيجي يا استاذ غريب. ما تقفلش لو سمحت، ادينا رقم التليفون، ناخد الرقم كده يا جماعه لو سمحتوا. ورقم الشكوى. ورقم الشكوى لو سمحت. علشان بس يعني عايزين. بس زانوسي دي قصه. ما انا يعني عارفه كل قناه بتنزل زانوسي. بس هي الفكره الشركه ما بتصلحش وتدي ضمان الا من 3 لـ6 شهور، سنتين دي بمركز مضروب على طول. طيب. يبقى حد بيجي له عن طريق التليفون. بصوا يا جماعه في اعلانات، معلش في اعلانات، واحنا على فكره كنا يمكن اتكلمنا مع استاذ مصطفى في الموضوع ده قبل كده. يا جماعة الإعلانات اللي بتعلت القنوات ياها اللي بتقول في مركز زانوسي ومش عارف إيه وعاملين وصرفين كده مبالغ على الإعلانات، كلام فاضي، ده ملوش علاقة بشركة زانوسي خالص، ولا صيانة. يقول لك ده الصيانة بتاعتهم وهيبدلوا لك وهيعملوا لك، ده مش صيانة، ده مش صيانة، مفيش حاجة اسمها صيانة سنتين. زانوسي ما بتعملش صيانة سنتين أصلا. لا مش كده؟ لا مش قصدي، يعني مثلا لو هتصلحها دلوقتي مفيش صيانة سنتين، هو الضمان ممكن يوصل 5 سنين، بس الصيانة نفسية بتتعمل خارج الضمان من 3 لـ6 شهور. طب اللي طيب عموما يعني هم ده نصب اللي بيجي على التلفزيون، لان لسه انا هتكلم لسه في نقط ثانيه غير موضوع الاجهزه. معانا محمد من الشرقيه. محمد من محافظه من مركز ابو حماده. يعني عندي مشكله كبيره في زمان مش لها حل. لا ليها حل ان شاء الله. ايه ان شاء الله؟ ربنا فوق. وانتوا دلوقتي كتبت في محضر في امين شرطه في مركز ابو حماد محافظه الشرقيه. ايه اللي حصل؟ كنت مديله 12000 جنيه عشان اخد منه طفطف، ودلوقتي الراجل ده واخد مننا مديله الفلوس بقالي 9 شهور من 13/3 اللي فات. طب ولغايه وقتنا هذا قبل ما عملت محضرين في النيابه، محضر حفظ والتاني ما ردوش عليا، وانا راجل على قد حالي، لا معايا فلوس اجاوب محامي ولا سركل ولا الي واسطه ولا طيب. الي حد يجري وراء معايا. اسمعني بس. طب حاضر، بس اسمعني يا محمد بس عشان ده مش موضوعي، بس ما تقفلش لو سمحت يا جماعه، ناخد رقم استاذ محمد عشان نعرف بس ايه الموضوع ده ونوصله لو سمحتم بحد من الداخليه بعد اذنكم. كريمان، معانا كريمان من الشرقاوي. من الشرقية، اهلا بيكي، اتفضلي يا كريمان. الشرقاوي من المنصورة. من المنصورة. اتفضلي. مدام كريمان الشرقاوي من المنصورة. اهلا بيكي. من المنصورة يا حبيبتي. من المنصورة. ايوه يا فندم اتفضلي. انا اشتريت تلاجة ال جي 27 قدم. تلاجة ايه؟ تلاجة ال جي. ال جي 27 قدم. الكلام ده من 2007. اللي جي. ايوه. اللي جي. مدام لو سمحتي وطي التلفزيون عشان مش عارفه اسمعك كويس. طيب حاضر. المهم الثلاجه بعد 7 سنين باظت لوحدها، او 5 سنين وقفت. المهم وبعدين طلبت الشركه اقول لهم ان الثلاجه باظت، جم بصوا عليها قالوا لي هيبعت لك واحد من الفني يبص عليها. جه بص عليها وقال الموتور محروق، غير الموتور، قال لا، بص عليها تاني قال لا ده فيها عيب صناعه. عيب صناعه ايه؟ قال لك الداخلي بتاعها فيه حاجه مش مظبوطه وده عيب صناعه مش هتنفع تتصلح. يعني الثلاجه دي مش هتتصلح خالص؟ قال لا مش هتتصلح. طلبنا قال لي روحي خدي الوصل ده وروحي الشركه وقولي لهم هم ممكن يبدلوها لك. رحت الشركه قلت لهم حصل كذا كذا، قالوا لي لا احنا ممكن نجيب لك ثلاجه، عملوا لي عرض نجيب لك ثلاجه بدلها بس من غير مخبوطه او فيها اي حاجه مالناش دعوه، يعني نجيبها لك مخبوطه او معيوبه فيها عيب يعني خارجي بس مالناش دعوه بالضمان، وهدفع نص ثمنها
يعني حوالي مثلا 7000 4000 انا هدفع اغرب عرض سمعته في حياتي. اسمها فرز تاني. اسمها فرز تاني. فرز تاني يعني. فرز تاني. ان هم عايزين يساعدوها فبيدوا لها تخفيض على المنتج التاني. تمام. وبعدين يا كريمان؟ هز ضمان ولا اي حاجه؟ قال لي مش هنديكي عليها ضمان. قلت له طب الله افرض ان خدتها وطلعت فيها عيب. قال لي مالناش دعوه. طب اعمل ايه في الحاله دي؟ والثلاجه لسه محطوطه عندي بكرتونتها واقفه. طيب حاضر هرد عليكي. معانا عطيه من البحيره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت والله يا استاذ انا عندي شكوى. اتفضل يا فندم. عندي شكوى في حرم الطريق امام المسجد. حرم الطريق. طب انا حاول تكلمنا تاني لو سمحت. طيب المدام كريمان يا استاذ مصطفى انت هو مدام كريمان هي فتره الضمان بره الضمان القانون الحالي ما بيعملش حاجه بره الضمان. كويس. فهي بتبتدي تشوف مركز صيانه بيصلح كويس، بتتصل بالشركه، بتصل معاهم لعرض معين عشان تبدل تسترجع تصلح. لكن احنا في القانون المقترح حاليا اللي بيناقش مجلس النواب بنعمل حاجه اسمها عمر افتراضي فوق الضمان، ان خلال العمر الافتراضي دوت يبقى في قطع بعد الضمان. بعد الضمان. ان يبقى في قطع غيار وان يبقى في عماله مدربه تقدر تصلح. لكن احنا حاليا القانون الحالي في مصر فتره العمر الافتراضي للجهاز هو فتره الضمان بس، بعد كده حضرتك بقى بتدوري على حته بره. طيب معانا رمزي من القاهرة. السلام عليكم. اهلا بحضراتكم مرة اخرى مشاهدينا، ولسه بنتكلم عن دور جهاز حماية المستهلك في يعني حفظ حقوق المواطن، ودور بقى المواطن هو حتى المفروض ان هو يعرف حقه. دي الحاجة الحقيقة اللي عايزة اركز عليها في الفترة اللي جاية من الحلقة. بجد طبعا ترحيبي بضيوفي الاعزاء المنورينا. ومعلش في ناس بعت بقى على الفيسبوك، استاذ احمد حسيني الحسيني بيقول فين دور حماية المستهلك من ارتفاع الاسعار؟ هل هناك رقابة على ارتفاع اسعار مواد البناء ولا مواد البناء مش تابعه للجهاز يا فندم؟ لا، هي مواد البناء مش تابعه مباشره للجهاز. يعني احنا المستهلك عندنا هو كل ما يقدم ليه سلع او خدمه لسد احتياج شخصي او عائلي. فمواد البناء دي طبعا الواحد بيجيبها للبناء، بيجيبها للاستثمار، بيجيبها عشان يبني عقار، فمش منتج موجه للمستهلك بشكل مباشر. تمام. هو عايز يعمل حاله. انا حاضر يا استاذ احمد وشكرا على المتابعه. معانا وفاء من الجيزه. طيب معانا حسين من المنيا. الو حسين، استاذ حسين. طيب الخط قطع. ام اسماء من الدقهليه. سمحتي؟ ايوه. لو سمحت انا عندي شكوى بخصوص الغساله بتاعتي. الغساله. شاريه غساله من سامسونج ما عادش معايا يمكن 3 اشهر وبايظه. سامسونج؟ 3 اشهر. بقى لها يعني هي بقى لها 5 سنين بس ما اشتغلتش عندي غير 3 اشهر او 4 اشهر بكتير. ومن ساعتها بايظه. فاتصلت بهم في الشركه، جه واحد وبص عليها وكده وقال لي ده الصليب بتاعها مكسور، الصليب بتاع الغساله مكسور. فقلت له طب والحل ايه وكده؟ قال لي هروح الشركه وهشوف لك لها بديل. بعدها بيومين اتصلوا وقالوا ان ما لهاش بديل لانها قديمه ومرميه هي. اتصلت بهم تاني قلت لهم طب خدوها وادفع حق واحده تانيه وكده. مرضوش ولا عايزين ياخدوها ولا عايزين يصلحوها. تمام. وكده لانج لسه زي ما هي. حاضر يا ام اسماء هرد على حضرتك. ناخد محمد. ايوه اتفضل يا استاذ محمد. الشكوى بخصوص سخان توشيبا اشتريناه يوم 7/12/2015 وفي يوم 19/9 عملنا شكوى ان السخان في عطل. ايوه. قال لنا ان العطل مفتاح. ان العطل ايه؟ مفتاح. مفتاح. بعد كده ما جاش، كلمناهم تاني ان السخان بيعمل صوت فتحه. وبعدين؟ الفني جه قلب في السخان وما اشتغلوش عشان هو عايز قطعه غيار، وقطعه الغيار ب 400 جنيه. قلنا له طيب تمام، بس هو لسه في الضمان. فقال لنا خد مننا صورة الضمان وصورة الفاتورة ولا عمل أي حاجة. كل يوم تقريبا بنتصل بالشركة بيقول لنا 24 ساعة وما بيعملوش أي حاجة. يعني كده أكتر من شهر مفيش سخان في البيت. طيب واتصلنا بحماية المستهلك، عملنا شكوى ولا في أي حاجة. ولا رقمها كام يا أستاذ محمد بعد إذنك؟ رقم الشكوى يا أستاذ. طب ثانية واحدة. 305. اتفضل. 305 إيه يا فندم؟
305 603 305 603 303 305 303 305 303 حاضر يا استاذ محمد. هنتسلم عليك يا استاذ محمد. ما تقفلش ما تقفلش لو سمحت عشان نعرف ناخد الرقم ارجوك. معانا عادل؟ ايوه استاذ، انا جبت حضرتك سخان اريكسون من تي داتا. سخان ايه؟ اريكسون. اريكسون اريستون. اه اريستون طراز بيكو اقوى من تي داتا، تمام؟ ما كملش 9 شهور. انت اشتريته منين ده؟ من تي داتا في اسكندريه عندنا. من ايه يا فندم؟ تي داتا. تي داتا ازاي يعني؟ بيتك ولا ايه؟ محل. اه المحل اسمه كده يعني؟ بيتك. هو قال بيتك. بيتك كده. اه 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 فهمت. تمام. بيتك من اسكندريه، تمام؟ حضرتك ما كملش 9 شهور والترمسات بتاعته عطلت. تمام، وبعدين؟ اتصلت بحضرتك بيهم، فدلوقتي حضرتك بعتوا لي واحد خد 75 جنيه كشف، وبعد كده قال لي ده الترمسات دي مش موجوده، هنجيب لك مكانها ب 400 جنيه. وال هو السخان ده في الضمان؟ المفروض ان هو في الضمان، ما كملش سنه. اه 75 كشف ده حضرتك ما تدفعش اي فلوس يا استاذ. يا استاذ بعد اذنك، اتصلت حضرتك بحمايه المستهلك كذا مره ما ردوش. استاذن حضرتك بس احنا لسه قايلين دلوقتي لو انت بتصل بالتليفون، احنا في كباستي معين للتليفونات زي ما اتفقنا، عندك اكتر من 12 وسيله للتواصل مع الجهاز. حضرتك اوصل للجهاز باي وسيله من الوسائل دي، سجل شكوتك، احنا بنتعاطى مع الشكوى دي. لو الشركه ما حلتش الشكوى، انا بقول لحضرتك احنا بنعرضها على مجلس الاداره. عايز يركبني تراس تاني؟ نعم يا فندم. هو السخان اريستون وعايز يركب لي ترمستات ثانيه، وهيكلفني حوالي 400 جنيه. واساسا حضرتك ما تدفعش اي فلوس طول ما الجهاز جوه الضمان يا فندم. حضرتك مش ملزم بسداد اي رسوم واي فلوس. لا هو بقى الجهاز جوه الضمان. حضرتك بيقول لي طالما ما ركبتوش من عندي يبقى الضمان ملغي. لا يبقى دي قصه ثانيه حضرتك. ده موضوع ثاني. ده موضوع ثاني. اه انت ما قلت حضرتك شهاده الضمان بتاعتك مكتوب فيها شرط واضح. لا مش مكتوب الشرط ان هو هم حضرتك اهو. ما انا هقول لحضرتك. اسمع اسمع يا استاذ عادل. حضرتك لو شهاده الضمان بتاعتك مكتوب فيها ان التركيب الجهاز يتم عن طريق الشركه، حضرتك لازم تمتثل لهذا الشرط ويتم التركيب عن طريق الشركه. عشان لو في عيب في الجهاز الشركه مسؤوله عن الضمان بتاعها. لكن حضرتك سؤال، لو حضرتك خالفت شروط الضمان وما ركبتش عن طريق الشركه، اذا انت كده اخليت بشروط الضمان وبالتالي لا يفعل الضمان في حق حضرتك. فانا بقول لحضرتك راجع الشروط بتاع الضمان حضرتك، لو لقيت فيها الشرط اذا حضرتك خالفت الشرط اللي موجود. لو الشرط مش موجود زي ما حضرتك بتقول، لا حضرتك ليك حق ومش هتدفع اي فلوس طالما العيب اللي موجود في الجهاز ملوش علاقه بالتركيب. يعني حضرتك لو ركبت الجهاز بمعرفة حضرتك والشرط موجود ان التركيب يتم عن طريق الشركة، وثبت ان العيب اللي موجود في الجهاز سببه الخطأ في طريقة التركيب، اذا الشركة مش مسؤولة. لكن لو العيب اللي موجود ملوش علاقة بالتركيب، الشركة مسؤولة عن اصلاح الجهاز. الاستاذ طبعا عادل يقدر، احنا عندنا فرع في الاسكندرية خلف مسجد الموسى ابو العباس على طول. احنا حاطينه في اكتر يعني اكتر حي شعبي في اسكندريه عشان يبقى قريب من الناس، بجانب ان الهوت لاين بتاعنا شغال في اسكندريه 19588 من اي تليفون ارضي. تمام. طيب استاذن حضرتك معانا. طيب معانا محمود. الو. ايوه ايوه يا فندم. ايوه استاذ محمود اتفضل. محمود حفيله من بورسعيد. اهلا وسهلا. عندي شكوى. وطي التلفزيون يا استاذ محمود. عندي شكوى. ايوه يا فندم. الغساله يونيفرسي. الغساله ايه؟ يونيفرسال. يونيفرسال؟ ايوه. والشركه دي مدوخاني. طيب. يونيفرسي. ايوه يا فندم. الشركه مدوخاني. انا مش عارف اسمعك كويس يا استاذ محمود، على قد وطي التلفزيون لو سمحت. استاذ محمود ممكن تسيب رقم تليفونك بعد اذنك، احنا هنكلمك يا فندم وناخد الشكوى بتاعتك. طب ناخد رقم الاستاذ محمود. معانا خلود. خلود. الو السلام عليكم. عليكم السلام يا خلود اتفضلي. انا برضو عندي شكوى من شركه سامسونج. سامسونج. اه لان جيت برضو اشتريت منها شاشه من سنه. الشاشه دي كانت في الجهاز بتاعي. المهم انا فتحتها من هنا لقيتها من جوه مكسوره، فقالوا لي اتصلي على الشركه لان التاجر مرضاش ياخدها، قال لي اتصل على الشركه ماليش دعوه. ف
فاتصلت فعلا على الشركه. يعني انت اول ما فتحتيها لقيتيها مكسوره رحت ترجعيها ما رضيش ياخدها؟ مكسوره اه ما رضيش ياخدها، قال لي اتصلي على الصيانه هم يجوا يصلحوها لك. المهم اتصلت على الصيانه من قعدوا بتاع 15 20 يوم على ما جم، وبعد ما جم قال لي لا دي مكسوره من جوه احنا مالناش دعوه، عايزه تصلحيها تدفعي 1800 جنيه وهي اصلا ايامها كانت ب 2000، يعني انا لو اشتريت واحده جديده اضمن لي. تصلحيها ب 1800 وهي 2000 جنيه؟ اه بالظبط كده ايامها يعني من سنه. برضو خالتي من 4 شهور اشترت شاشه بس اكبر من بتاعتي كمان 48 بوصه سامسونج برضو؟ اه فتحتها برضو لقيتها مكسوره من جوه وفين وفين على ما جولها وقالوا لها تدفعي 3000 جنيه. فيعني المفروض احنا نعمل معاهم ايه في حاجه زي كده؟ استاذه خلود اسالك سؤال بعد اذنك؟ اه اتفضل. حضرتك لما اشتريتي الشاشه دي فتحتيها من الكرتونه بتاعتها وبصيتي عليها؟ ولا طبعا. ولا يعني انت لما اشتريتيها كانت الشاشه مكسوره؟ مع حضرتك انا ما بشتري شيء بعمل حاجه اسمها المعاينه النافيه للجهاله، يعني انا ما ينفعش اروح اشتري كرتونه مقفوله واطلع بيها من المكان. انا عايزه اقول انت فتحتيها في المحل يعني يا خلود؟ اقول لحضرتك انا عايزه اقول لحضرتك ان ما بيرضوش يخلونا نعاين الحاجه في المحل. لا ما فيش حاجه اسمها كده. انا اسف جدا، ما تشتريش يا حبيبتي. حضرتك انا دلوقتي حضرتك خدتيها وحطيتيها في الجهاز بتاع حضرتك وبعد سنه او بعد سنتين جيتي تفتحيها لقيتيها مكسوره. سؤالي لحضرتك لو جينا واجهنا التاجر دون او جينا واجهنا الشركه بالعيب اللي موجود على واقعة حصلت من سنه او سنتين، الجهاز كان في حوزه حضرتك لمده سنه او سنتين، المسؤوليه القانونيه هتبقى عليه في الحاله دي ايه يا فندم؟ احنا بنوجه رساله توعيه للناس، حضرتك لما تشتري سلعه هو انهي تاجر ما يرضاش ان هو يخلي المستهلك يفتح الكرتونه؟ عشان انا برتضي يا فندم، عشان خاطر المستهلك بيرتضي. حضرتك لا يا فندم انا اصر ان انا اعين الشاشه، لو حضرتك مش هيخليني اشوفها مش هشتري من عنده يا فندم. بالظبط، لكن ما اخدش الشاشه يا فندم وبعد طيب سنه اكتشف انها مكسوره. برضه ما دي بقى النقطه بتاعت التوعيه اللي احنا عايزين نتكلم فيها. مزبوط. دايما يعني ما تروح تشتري كرتونه مقفوله يا خلود معقوله وتاخديها وتمشي يعني وتقعد وتقعد فتره على ما تفتحها؟ بص حضرتك، هو النمط الاشتراكي عند المشتركين عندنا ان الواحد ممكن يجهز بنته من وهي عندها 6 سنين، او انه يشتري حاجه جديده فيعينها ويتني يستخدم الحاجه القديمه. يعني احنا كان عندنا من شويه ام اسماء اللي هي من الدقهليه اللي اشترت الغساله وفتحتها بعد 5 سنين، بعد 5 سنين جايه تشتغل في غساله. طبعا طبعا هنلاقي ان فكره العمر الافتراضي هي حصل لها تاكل. ما ينفعش الواحد يجيب عربيه ولا موبايل ويركنه مثلا شهرين ثلاثه ويجرب، لا هبيقول لك من تاريخ استلامك جرب السلعه اتاكد انها سليمه، ما تطلعش من المحل الا وسلعتك شغاله، لان دي عباره عن لوح ازاز. اول انا بطلع من المحل من ممكن ان انا باخدها في تاكسي، باخدها في عربيه اجره، بطلع بيها سلم، من ممكن تخبط مني. بالعكس احنا بنقول للمستهلكين لو انت هتشتري حاجه شاشه كبيره ولا حاجه، يا ريت لو الشركه فيها نقل تنقلك لحد البيت وتركبها لك، لان انت اي خبطه وانت ماشي خلاص الموضوع بقى طبعا انت ترجع تقول ده عيب، والتاجر هيقول لك لا ده والله ده هو اللي كسرها، فهنخش في دوامه ملهاش حل. لا انت جرب السلعه بتاعتك في المحل، بعد ما تروح البيت جربها، حاول دايما ان انت تتاكد ان انت جوه 14 يوم وانت بتجرب، ما تستناش 14 يوم وتجرب فتيجي تقول لك انا لسه مستخدمها دلوقتي. ما تخزنش، ما فيش سلعه كمان الكهربائيه بتتخزن يا جماعه، في حاجه اسمها كده. طيب معانا برنابه من اسكندريه. ايوه معاك. صباح الخير يا استاذه رشا. صباح يا فندم، اتفضل. بس ممكن بس يا فندم لو سمحت توطي التلفزيون. لو حضرتك خدت مني 100 جنيه وما قدمتليش خدمه نسميها ايه؟ هسميها نصب. حاضر. ايه اللي حصل بقى؟ انترنت. انترنت؟ لا بص يا استاذه رشا. طب بص وطي التلفزيون بس انا مش سامع حاجه يا فندم، نوطي التلفزيون؟ حاضر. انا دلوقتي انا بتصل بالقنوات اكثر ساعه وساعه ونص. بعد بتصل بالقناه اكتر من ساعه وساعه ونص. ومع ذلك ما باخدش اي خدمه، مشغول مش عارف ايه، وبدفع جنيه ونص على الدقيقه. ليه ما تعملوش التليفون كتليفون بالسعر العادي؟ ليه؟ يعني انا مش فاهم يا فندم الشركه بتاعت حضرتك بصراحه. الناس بتتكلم. هو قصده ان هو لما بيتصل بيدفع جنيه ونص في الدقيقه. الويتنج عشان كده انا بتكلم في النقطه دي. طب انت عندك شكوى بخصوص الانترنت ولا بخصوص سلعه الجهاز؟ لا انا بخصوص اللي انا بتصل بالتليفون وبتركن مشغول مش عارف ايه وما بقى يعني. طب هو يا فندم لا دي مالهاش علاقه بحاجه، دي ليها علاقه بس بضغط التليفونات. انا بعتذر لحضرتك معلش، احنا اسفين. دي ليها علاقه بضغط التليفون. انا بحسب المشكله عنده في الانترنت، لان جالنا برضو على الفيسبوك نفس الشكوى بتاع الاستاذ رؤوف ان هم بيدفعوا. هقولها لحضرتك بس ناخد العمدة عبد اللطيف من المنوفيه.
صباح الخير يا استاذه مها، تحيه لحضرتك ولضيوف حضرتك الكرام. صباح النور، اهلا وسهلا، اتفضل يا فندم. ودايما انتوا سند للمواطن المصري. انا بس خير. بسال ضيوف حضرتك الكرام، طالما جهاز المستهلك معني بخدمه او سلعه تقدم للمواطن مباشره، فما بالكوا بحادثه على طريق بسياره متهالكه بيموت فيها تسعه وينجرح او ينأذي سته، هم لحد النهارده يمكن في غرفه العمليات او في 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 في, في العنايه المركزه. دي حادثه حصلت من حوالي 10 ايام. ايوه. على طريق الشهداء براجيل بيمر على حوالي 5 قرى، مات فيها تسعه من ضمنهم 2 توأم 3 سنين. طريق الشهداء ايه يا فندم؟ معلش قولي مكان تاني. براجيل. طريق الشهداء دراجيل. اه. المنوفيه، مركز الشهداء دراجيل. المنوفيه. ويمكن انا بعت الصور للاستاذ ابراهيم. حادثه توفى فيها تسعه في نفس السياره، سياره متهالكه في نادلت في مشروع صرف ومات فيها تسعه. دور حمايه المستهلك في الموضوع ده ايه؟ والناس دول يشتكوا لمين؟ او أو مين اللي عوض ذويهم؟ موضوع مؤلم، مؤلم جدا يعني. هو سبب الحادثة جهاز حماية المستهلك دور. طيب هو طبعا احنا خالص تعز طبعا لشهداء المصريين من طبعا القوات المسلحه او من حوادث الطرق. طبعا احنا جايين بنقرا حادث طريق لسه في طريق مصر اسماعيليه، حادث طريق موجود في مصر اسكندريه، حادث طريق اللي حصل طبعا في مدينه الشهداء بسبب العربيه المتهالكه ديت. احنا كحمايه مستهلك رغم ان احنا غير مختصين، لكن الاستاذ ابراهيم مدير اداره الاعلانات المضلله عرض الموضوع طبعا على الاداره العليا عندنا، ان احنا المفروض نخاطب المرور ونشدد عليهم ان مفيش عربيات تمشي من غير نمر، مفيش عربيات تمشي غير لما يتم فحص. السيد رئيس الجهاز كان بيطالب ان الفحص الفني للسياره ما يتمش داخل اداره المرور، لان احنا عارفين طبعا في ضغط كبير جدا على اداره المرور للترخيص. احيانا المهندس ما بيبقاش عنده الفرصه انه يفحص العربيه بالكامل، فبالتالي الفحص بيبقى فحص ظاهري. علشان كده احنا محتاجين نعمل في مصر زي ما موجود في الاتحاد الاوروبي، يبقى في شركات للفحص. الشركة اللي تطلع الفحص والفحص سليم بتبقى متضامنة مع صاحب العربية. لو حصل أي حادثة أو حصل أي ضرر لأي حد، مسؤولة عن تعويض الشخص ده. لكن طبعا احنا مش عايزين نحمل الداخلية أكتر من كده، لكن بنقول احنا نفسنا يحصل تطور في القانون، ان يبقى في اللي بيفحص شخص مسؤول، وان طبعا أي حد عنده شكوى من سيارة ملهاش نمر، شكوى من سيارة متهالكة، يلجأ لإدارة المرور يقدم شكوى ان العربية دي ما تترخصش تاني، لأن احنا السوق المصري بتاعنا محتاج يبقى في مواصفة للطرق، الطرق بعضها غير ممهد، في مواصفه للسيارات، لان احنا لحد دلوقتي عندنا سيارات بقى لها 60 سنه و70 سنه ماشيه في الطريق ومحدش عارف يجيب قطع غيار منين. بالعكس دي بتسبب عادم، بيؤدي الى ضرر للبيئه، بتسبب اهلاك استهلاك اكتر للوقود. فطبعا لا، لازم العربيات في مصر لازم يبقى لها مواصفه اقوى من كده. مش لازم بقى يا جماعه نستنى كده زي ما الاستاذ عبد اللطيف بيقول، لما تحصل حادثه ومصيبه والناس تموت وتتصاب، مش معقوله يعني. وعشان كده حتى يا فندم كمان كان السيد رئيس الجهاز اللي هو عاطف كان ندى بحاجه كويسه جدا. حضرتك عارفه ان الجمارك على السيارات بيخش في تقدير قيمه الجمارك مجموعه من المزايا اللي موجوده في العربيه، من ضمنها طبعا امور كتير زي التكييف والكلام ده كله. سياده اللواء عاطف كان قال حاجه كويسه جدا للجمارك، ان احنا عايزين نقلل او نلغي الجمارك على وسائل الامان. يعني حضرتك العربيه اللي الشخص بيشتري عربيه فيها وسائل امان او فيها فرامل اي بي اس او الكلام دون، ان يتلغي من عليها الجمارك يا فندم. دي وسائل امان لحمايه ارواح المصريين. بالظبط. طيب معايا شيماء. ايوه اتفضلي يا شيماء. ايوه يا فندم، انا عندي شكوى علشان ما كنت شاريه بوتاجاز يونيون اير من شركه الايه يا فندم؟ من شركه يونيون اير يا فندم. يونيون اير. اتفضلي. أيوة. وما استعملتوش الا 5 شهور بس، وعطل في ال5 شهور ده، في خلال ال5 شهور ده عطل حوالي 4 مرات او 5 مرات. وجيت تصلحوه، التصليح طبعا مش كويس جدا، ما حدش بيصلح لي حاجه كويسه، تصليح اي كلام. وبعد كده انا ليا في الضمان بتاعي ان انا ليا الحق ان انا استبدل الجهاز من خلال السنه الاولى، ان انا المفروض استبدل الجهاز لو عطل مرتين اكتر من مرتين. واتصلت عليهم على الشركه ان انا احاول استبدل الجهاز تاني في الحق بتاعي بتاع الضمان، ما رضيوش يستبدلوه لي وقالوا لي لا احنا رافضين الاستبدال وما ينفعش. فحضرتك اعمل ايه معاهم؟ تمام، اتفضل يا فندم. هو فكره الاستبدال في السنه الاولى ديت طبقا للمواصفه القياسيه لاشتراطات الضمان،
دي بتنص ان لو لعيب تكرر اكتر من مرتين خلال السنه الاولى بيتم استبدال الجهاز، وطبعا دي لها حق. عشان كده احنا بالنادي انها تلجا على طول وتقدم شكوى لجهاز حمايه المستهلك، ولو ثبت بايصالين صيانه او ان الفني كتب على شهاده الضمان او ساب لها اي ما يفيد ان اللعيب اتكرر على طول بنطرح قرار باستبدال، ما بنخاطبش الشركه انها تصلح. طيب معانا طيب مانيرفا من الشرقيه. انا طلبت حمايه المستهلك وبعتوا لي جواب قالوا لي لا ما رضوش يستبدلها لي، قالوا لي نصلح بس. قلت لهم انا حضرتك معلش غساله وهي جايه جديده. حضرتك كنت تتكلمين على غساله الاطباق؟ اه وهي جديده، فهم اصلا هم صلحوها مره واثنين وغيروا ترومبه، في الاخر قال لهم انا من حق استبدلها لان هي لسه جديده، ما رضوش يستبدلوا لي. فانا بلغت في حمايه المستهلك، وحمايه المستهلك لما عبال ما ردت عليا بعتت لي جواب وقالت لي مش من حقك تستبدلي ان عدت السنه الاولى، بل انا مبلغه كانش لسه عدى السنه الاولى في حمايه المستهلك. انا غسلت من 23/3/2015 وانا مبلغه عن غساله، واقول له طب اديني ورقه اثبات حالا غساله عطلانه، يقول لي لا علشان ما اثبتش عليهم حالا ان الغساله عطلانه في اول سنه. اعمل ايه قولي لي؟ خليكي مكاني اعمل ايه؟ حاضر يا فندم. والله يا فندم هي الفكره احنا بنتكلم في ماده قانونيه، يعني احنا نفسنا ان نخدم المستهلك ونبدله، ده هيبقى اسهل لان احنا مش هنحتاج فحص فني، بس هو القانون طبقا للمواصفه قال اذا تكرر لعيب اكتر من مرتين خلال السنه الاولى، بعد السنه الاولى انت من حق بتصلحي مثلا مره او مرتين خلال السنه اللي بعديها، لو في مشكله وفي استحاله اصلاح او الاصلاح بيتكرر خلال فترات قصيره احنا بنطلع قرار بالاستبدال او رد الثمن. لكن احنا عندنا المشكله ان في المستهلك المصري بيبقى حاسس ان الحاجه جديده خلال مثلا 3 4 سنين، فالقانون ما بيلزمنيش بكده، القانون مش مديني القوه ان انا اعمل كده. طيب استاذن حضرتك معلش يا استاذ مصطفى، احنا معانا خبر عاجل نقلا على التلفزيون المصري، وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح المتحف الاسلامي بحضور كبار رجال الدوله. النهارده بيشهد الرئيس السيسي متحف الفن الاسلامي، بيعد الحقيقه المتحف ده من يعني هو اكبر متحف اسلامي فني في العالم، وزي ما احنا شايفين الرئيس وصل لافتتاح هذا المتحف، اكبر متحف اسلامي فني في العالم. وطبعا زي ما احنا شايفين برضو مهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء بيستقبلوا السيد الرئيس لافتتاح المتحف، من ضمنهم طبعا محافظ القاهره زي ما احنا شايفين وعدد من كبار رجال الدوله. المتحف بيضم الحقيقه اكتر من 100,000 قطعه اثريه متنوعه من الفنون الاسلاميه، حاجه يعني رائعه جدا، من الهند من الصين من ايران، مرورا بفنون الجزيره العربيه الشام مصر شمال افريقيا الاندلس. زي ما احنا برضو شايفين السيد الرئيس داخل على مقر المتحف الاسلامي. المتحف ده الحقيقه بدات فكره انشائه من زمان جدا، من 1869 في عصر الخديوي اسماعيل. الحقيقه طبعا زي ما احنا شايفين يعني معمار اسلامي رائع، فن المعمار ده، وحالا طبعا هنشوف داخل المتحف. المتحف بينقسم على فكره طبعا للعصور، يعني وفقا للعصور الاسلاميه. هو يعني تم ازاله الستار زي ما احنا شايفين، اعتقد انه هيبقى يعني محط جذب للكثيرين، مش بس السياحه بس كمان يعني لينا احنا كمان كمصريين، يعني مكان مهم جدا اللي احنا لازم ندخل نشوفه. دخل السيد الرئيس الآن إلى مقر المتحف. بين المتحف طبعا زي ما احنا شايفين مراسم افتتاح المتحف الإسلامي. المتحف هيبقى طبعا من الداخل متقسم تبعا للعصور الاسلاميه، تبعا للعناصر الفنيه من العصر الاموي، العصر العباسي، الايوبي، المملوكي، العثماني. في 10 اقسام تبعا للعناصر الفنيه، يبقى 10 اقسام زي ما احنا شايفين. المتحف ده كانت تمت ليه عمليه ترميم يعني مؤخرا زي ما احنا شايفين،
وطبعا طيب نشوف بقى جزء من مراسم الافتتاح ونعود مره اخرى لاستكمال حوارنا مشاهدينا، خليكم معانا. نيل من عظمه الحضاره المصريه العريقه. الارهاب تعرض بشكل مباشر لمتحفين، متحف ملوي يوم 14 اغسطس 2013 زي الصورتين العليتين ما يبينوا، دخلوا كسروا المتحف، حرقوا القطع وسرقوها، واللي ما قدروش يسرقوه حرقوه في مكانه، يعني ما كانش السرقة الهدف الوحيد. الحمد لله افتتحناه يوم 22 سبتمبر الماضي ورجع أروع من الأول بكتير. القصة الثانية اللي بنحتفل النهاردة بالانتصار عليها، يوم 24 يناير 2014 عندما قامت سيارة مفخخة بالتفجير أمام مديرية أمن القاهرة وهشمت واجهة المتحف وهشمت 179 قطعة أثرية. الحمد لله وزارة الداخلية أنهت الأعمال ومديرة أمن القاهرة رجعت أحسن من الأول، والنهاردة متحف الفن الإسلامي بعد عامين من العمل بنفتتح إعادة تأهيله ورجع أروع من الأول الحمد لله. متحف ده أكبر متحف فنون إسلامية في العالم، في حوالي 100,000 قطعة أثرية، هو المرجعية الأساسية للفن الإسلامي في العالم. فكرته بترجع ل 1869، المبنى اللي احنا موجودين فيه عمره 113 سنة، حيث افتتح سنة 1903 بواسطة الخديوي عباس حلمي الثاني، وأطلق عليه سنة 51 متحف الفن الإسلامي. قام بتطوير عدة مرات أشهرها سنة 1983، التطوير الأكبر والأهم افتتح 2010، ولولا الدعامات الحديدية اللي عملوها كان المتحف تعرض لأذى أكتر من كده بكتير في تفجير يناير 2014. والنهاردة ده البلان بتاع المتحف، المتحف المدخل الرئيسي في النص، اليمين ترتيب زمني مع عقارب الساعة الأموية العباسية الفاطمية، وعلى الشمال هي قطع قاعات بتحكي قصص داخل المتحف. في مشروع التأهيل كان عدد القطع 1475 قطعة، زودناه إلى 4400 قطعة أثرية. المخزن فيه حوالي 95,000 قطعة أثرية، في 400 قطعة بيعرضوا لأول مرة للجمهور. تم إضافة 16 فترينة عرض جديدة هم الأفضل والأعلى تقنيا في العالم، وثلاث قاعات جديدة داخل المتحف. دي كانت قصة نجاح شارك فيها كثير من الدول الصديقة، على رأسهم دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة التي قدمت منحة قدرها 50 مليون جنيه، وتم التنفيذ بواسطة جهاز المخابرات العامة. كما قام مركز البحوث الأمريكي بالقاهرة بالتعاون مع الحكومة السويسرية بتقديم مبلغ مالي للمساهمة في واجهة المبنى التي تهشمت، واليونسكو قدم منحة ب 100,000 دولار، والحكومة الإيطالية قدمت لليونسكو إن شاء الله يوصلنا. اهلا بحضراتكم مره اخرى مشاهدينا، ده كان جزء من افتتاح المتحف الاسلامي، اكبر متحف للفن الاسلامي في العالم، طبعا بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار رجال الدوله. سنوافي حضراتكم بكل ما هو جديد في هذا الموضوع، طبعا نقلا عن التلفزيون المصري زي ما شفنا. عوده الى موضوعنا مره ثانيه، وبجد ترحيبي بالساده الضيوف. طيب قبل بس، عشان جالنا شكاوي كتير جدا جدا من موضوع تي اي داتا، وفي ناس عشان هنرد عليهم كلهم مع بعض، برضو كنا يعني بنتكلم مع انا وضيوفي في هذا الموضوع. الناس اللي بتشتكي من الانترنت بيقول لك احنا بندفع، في ناس بتقول انا دفعت 200 جنيه وقالوا لي ادفع الاول وما خدش خدمه، دفعت 500 جنيه وما خدش خدمه. فندم دلوقتي احنا عايزين نفهم بس الناس دي تروح فين وتشتكي فين، لان هم بيقول لك ادفع، يعني ادفع ازاي وما لاقيش خدمه. لو في مشكله في الخدمه طبعا، اذا كانت هي ما فيش خدمه او الخدمه فيها نقص او بطيئه، يلجأ ل 155 ويجيب منهم تقرير. لو في احنا اكتشفنا ان فعلا في عجز في الخدمه بالتنسيق مع يعني نترا، ده يجي لحضراتكم كويس، يعني يجي لنا هم بيتخذوا قرار على طول. يعني نترا اللي هي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات معاه كل الصلاحيات لدرجه انه ممكن يلغي اللي هو تصريح عمل
الشركه في مصر. عشان كده هو الجهاز القومي هو المنوط بيه رقم واحد في متابعه خدمات الانترنت. لو في مشكله انت ممكن تلجا لنا واحنا نبعتها للجهاز القومي كاحاله للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. طيب ده بخصوص موضوع الانترنت برضو، علشان برضو هو مش منطقي ان انا ادفع الاول وبعدين اشوف الخدمه بطيئه ولا مش موجوده اصلا، فنرجو بس التحقيق في الموضوع ده لو سمحتوا. ما انا ميرفت. الو. ايوه السلام عليكم. اتفضلي يا ميرفت. شكرا. لو سمحت في عندي ثلاجه فريجيدير جايباها من بره اصلا، مش من هنا يعني. اه بس هي المهم كان فيها مشكله، لقينا في شركه على النت اسمها المؤسسه الالمانيه الامريكيه لصيانه واجهزه الاسواق الحره، جم خدوا مني مبلغ كبير يعني قرب 2000 جنيه وقالوا لي هنظبطها لك. للاسف ان ما عملوش اي حاجه خالص، ومن يومها وانا بحاول اتواصل معاهم مش عارفه اخد منهم لحق ولا باطل. حاضر يا مدام ميرفت. طيب هي. حاضر. معانا ام شيماء من اسكندريه. ايوه بقول لحضرتك، انا في نيفرسر الغساله بتاعتي وبقى لي 7 شهور دايخه، عشان يجيبوا لي اللي هو المخ، كل ما اتصل بيهم يقولوا لي مفيش. طب انا اعمل ايه؟ ارمي الغساله يعني ولا اروح اجيب غساله تاني ب 4000 جنيه؟ هي عشان بقى لها 8 سنين هيدوخوني عليها، حتى اخويا نفس الطريقه، واحده 5.5 وواحده 7، يعني اعمل ايه انا؟ حضرتك قدمت شكوى يا فندم؟ لما هم كده بينزلوها ليه؟ حضرتك قدمت شكوى؟ قدمت شكوى مره واتنين من شهر 7. انا شكوى في جهاز حمايه المستهلك. في جهاز حمايه المستهلك يا ام شيماء. لا يا حبيبتي انا مقدمه شكوى في الشركه ذاتها بتاعت اسكندريه. حضرتك ساكنه فين يا فندم؟ انا ساكنه في العصافره بحري. طيب حضرتك عن طريق الخط الساخن يا فندم 19582. نعم حضرتك 19582 تقدري تقدمي شكوى عن طريق الخط الساخن. وبعدين احنا افتتحنا مقر في خلال عام 2016 في اسكندريه. فين يا فندم؟ ورا مسجد المرسي ابو العباس جنب حضرتك. احنا اتصلنا بيهم اكتر من مره واشتكينا بالخط الساخن واتصلنا بالشركه ذات رقم شكوتك كام يا فندم؟ بتاع القاهره. رقم شكوتك كام يا فندم؟ طب قولي لنا كده رقم الشكوى يا ام شيماء. انت اتصلت بيهم اللي هي الشركه اللي هي يونيفرسال يعني. ما اتصلتش بالجهاز لسه. لو سجلت شكوى في الجهاز مش هيماء. سيبي رقمك لو سمحت. 1993. رقمها ايه؟ 199933. 199933. طيب حاضر يا ام شيماء. ده رقم يونيفرسال. ده رقم تليفون الشركه. ايه ده رقم الشركه؟ لا انا عايزه رقم الشكوى. لا هي تسيب رقم موبايلها واحنا نتواصل معاها. ام شيماء لو سمحت سيب لنا رقم يا شيماء. طيب خدنا الرقم ولا ايه؟ تقفليش. طيب مروه ايوه صباح الخير. صباح النور يا مروه. ايوه يا فندم، كنت عايز اقدم شكوى بالنسبه كان عندي غساله فوق اوتوماتيك 8 كيلو من شركه يونيفرسال، بقالي 9 شهور المفروض كان هم جم صلحوها ومحدش يجي ولا حد يتصل. قدمت اتصلت بالشركه كتير جدا محدش بيعبرني، كل شويه يقولوا لي القطعه مش موجوده، كان المفروض ان هي في قطعه المفروض هم يغيروها. الغساله بتاعتي لسه في الضمان، محدش 9 شهور بقول لحضرتك. طبعا عارفه الاجهزه غاليه قد ايه، وفي شتاء وعندي اطفال. حضرتك انا بقالي 9 شهور بغسل على ايدي، محدش بيعبرني وبتصل ولحضرتك اطلعوا على مروه البلاغات. مروه ايوه قدمتي شكوى في جهاز حمايه المستهلك؟ ايوه حمايه المستهلك سوري للاسف ما بيردوش يا فندم. طب ما هم معانا سمعوكي اكيد. لا سيب رقم موبايل يعني هم ما بيردوش. اتصلت بقول لحضرتك بقالي 9 شهور من الشركه، والغساله دي من ساعه ما جبتها ولو حضرتك تطلعوا على قد ايه الشركه معايا الضمان، قد ايه الشركه الغساله دي اتصلحت من يوم ما جبتها. محافظة ايه يا استاذ مروه؟ اسكندريه. نعم محافظة الاسكندريه. ايوه اسكندريه. هو المقر يا فندم خلف مسجد المرسي ابو العباس في شارع الشيخ ياقوت. كويس. انت ساكنه فين يا مروه؟ زيزينيا. كويس. دي حاجه. الحاجه الثانيه لو الشركه مش ما عندهاش قدره انها توفر قطعه الغيار، احنا بنديها فرصه حوالي اسبوعين او واحد حضرتك انا عطيهم فرصه بقالي 9 شهور بيستبدل المنتج على طول. حضرتك انا بقالي عطيهم فرصه 9 شهور اديهم فرصه كتير قوي يا مروه. تستني 9 شهور يعني؟ ما هم بيدوها يا فندم مواعيد كل شويه ومش بيجوا. حضرتك حضرتك لو في امكانك تخش على الكمبيوتر بتاع الجهاز، اظن المكالمات والشكاوى
متسجله حضرتك. شوف انا متصله قد ايه وهما ما بيقولوليش. لا نتابع نتابع هرد عليكي. نتابع وسيبي لنا رقم الموبايل بتاع حضرتك واحنا. مروه سيبي رقمك لو سمحتي. معانا عم رجب. معانا عم رجب من الاقصر. يا استاذه ما الحمد لله على السلامه. كل سنه وانت طيب. انا ليا سنتين ما كلمتكيش خلي بالك. ازيك يا عم رجب وحشتنا والله. والله انت وحشتينا اكتر. انا ليا سنتين ما كلمتكيش. السنه اللي فاتت والسنه دي. من السنه من 2016. تحياتي لاحسن فريق اعداد معاكي. الله يخليك. اتفضل يا عم رجب عامل ايه؟ واحسن ضيوف الحمد لله. اخبار البرد ايه في الاقصر؟ والله الحمد لله مستوره جوه. والله يا استاذه مها ما دام في قنوات زي حضرتك بتوصل صوت الغلابه ربنا هيكرمنا وهيكرمكم كتير والله. ان شاء الله يا رب. اتفضل يا عم رجب. يا استاذه مها في مصر بيبيعوا ثلاجات استيراد. انا من ضمن وقعت في ثلاجتين. بعت واحد سواق جابهم لي من باب البحر. الثلاجتين دول في استيراد ثلاجات كبيره بتاعت لحوم. انت عارفه معايا سوبر ماركت طبعا. ثلاجات سوبر ماركت. الثلاجات دي ثلاجات كبيره بتتباع ب 5000 و6000. يجربها لك وتمام. 24 جرات وشحنتها على العربيه وفل 14. جات طبعا فسنا لما جيت انا بشغلها ما اشتغلتش. عشان تعرف ترجعها يقول لك لا دي خلاص كل سنه وانت طيب. انت ايه دي 28000 و30000 احنا بعناها ب6. فالحكومه هنا ليها دور. الناس اللي بتستورد الحاجات دي المفروض يمسكوها يعني ويحاسبوها. انت معايا؟ تمام يا فندم. تمام استاذه ما. ايوه عم رجب سامعاك. اي شكوى تانية؟ المفروض الحكومه دي بصراحه دخلت علينا بصراحه. هي والبرلمان بصراحه دخلوا علينا. والله والله لحمه الحمير غلوها علينا يا استاذه. لحمه الحمير ده النهارده الحمار الحمار فسنا زاد 2000 جنيه والله بسبب الحكومه دي. لا عم رجب لا ايه اللي بتقوله ده؟ استنى بس. يا استاذه ما بكلمك جد والله. الحكومه والبرلمان ورجال الاعمال داخلين سخنين علينا. حمير ايه بس؟ لا لا الغلابه بتاكل حمير. راحوا بدايه يا استاذه ما. يا استاذه ما فين رجال الاعمال النهارده لما يذيعوا ماتش كوره احنا نفرح ونبتسم بيه وخلي طبعا احنا غايرين في 60 داهيه. فين رجال الاعمال؟ فين البرلمان؟ فين الواحد لما بيخش الانتخابات بيضرب بالمليون والاثنين والثلاثه؟ ما يهونش عليه يجيب له بلده شاشة عرض يبسط الناس الغلابة. شاشة عرض في كل منطقة يا استاذة ماء. ليه كده؟ على الماتش يعني. طيب ده انت اتكلمت في 60 موضوع دلوقتي يا عم رجب لخبطتنا خالص. صباح الفل عليك. الاول حاضر هنرد عليك. معانا عصام من هنا وهرد علشان في كمان المدام ميرفت عشان عندي تعليق على اللي هي قالته. عصام استاذ عصام. السلام عليكم استاذة ماء ومع ضيوفك الكرام. اهلا بيك اتفضل. مصور اعلام الاول. اهلا بيك يا فندم اتفضل. انا عندي ليا شكوتين. الشكوى الاولانيه من شركه يونيفرسال وشكوى ثانيه من النت. بخصوص ايه بقى؟ ما سمعتش. علي صوتك. بقول لك ليا شكوتين. الشكوى الاولانيه من شركه يونيفرسال. يونيفرسال غساله. في غساله اللي هي 8 كيلو دي برضه نفس القصه في الموتور بتاعها. ايوه رحت لحمايه المستهلك. المشكله ان انا الشركه بتقول لي ان حمايه المستهلك بنكلمهم وبيدونا كلمتين وبنراضيهم وخلاص على كده. يعني حمايه المستهلك هنرد بقى على الكلام ده وبتراضيهم. بيقولوا لهم كلمتين ويراضوهم. الحاجة الثانية 155 اللي بتاعت اللي هي المخصصة بالانترنت. عاملة زي الأب وابنه، يعني مش معقولة إن الأب هيحاسب ابنه. صح كده؟ طيب تمام يا فندم. برضو يا جماعة الشركة يعني موضوع الانترنت ده كتير جدا يعني شكاوى كتير. طيب أستاذ عصام بالنسبة بقى الشركة الأستاذ عصام بيتكلم فيه دلوقتي. هو أستاذ عصام أنا عايز أعرف بس يعني إيه بنراضيهم دي؟ هو أستاذ عصام من هنا طبعا. بص حضرتك أحيانا كتير جدا لما بيجي لنا شاكين يقول لك إيه ده أنا رحت للشركة أقول له ما تروحش لحماية المستهلك دول شغالين معانا، ده حماية المستهلك مشاركانا، ده حماية المستهلك ما بيعملش حاجة، خلي بالك دول حماية الشركات. قدم شكوى وشوف لو ليك حق تحصل على حقك. انت ما حصلش على حقك في جهات رقابيه علينا يا فندم. بس يعني مش إيه طالما حضراتكم ما بتعملوش ده يبقى مش من حق حد ان هو يقول كده. لا لا ما بتردوش. احنا مش هنقدر نحاسب المستهلكين على كل كلام ولا الشركات على كل كلام. لكن انا بتكلم على الشركات مش المستهلك. لكن انا لما اروح الشركه اقول لي ما تروحيش الجهاز عشان الجهاز ده احنا بنراضيه. احيانا بيبقى تحفيز من الشركه عشان بيبقى تحفيز من الشركه او من الشركه. بس احنا هنا من المحافظات المميزه في حمايه المستهلك. احنا لنا فرع في مركز في مدينه هنا في شارع الاسعاف او في شارع المطافي. كويس ده فرع
موجود شغال طوال ايام الاسبوع ما عدا الجمعه. لو في مشكله بيلجا لفرع القاهره وفرع القاهره بيحول الشكوى، لو فرع هنا ما حلهاش بيجي لنا تاني، لكن ما فيش مشكله خالص نتابع شكوى الصوم وننده موبايله. يعني قصه الانترنت ده احنا هنحاول بس نجيب حد يا جماعه برضو علشان من هيئه تنظيم جهاز تنظيم الاتصالات، لان الشكوى غير طبيعيه من الانترنت، غير طبيعيه، ناس كتير جدا بتتكلم. طيب دلوقتي في الاستاذ بقى وائل دسوقي بيقول برضو جبت غساله غاليه يونيفرسال لسه في الضمان وعايز قطع غيار، الشركه بتقول لي مش متوفر، اعمل ايه؟ يا جماعه لو الشركه قالت لك مش متوفر قدم شكوى لجهاز حمايه المستهلك، احنا بنسيب لهم فتره وديه يوفروا في قطع الغيار، ما توفرتش بيصدر قرار من مجلس اداره الجهاز بالاستبدال او الاسترجاع. انت كمستهلك اشتريت سلعه من حقك ان انت تتمتع بيها، حق ان السلعه ديت يعني تبقى في كامل جودتها خلال فتره الضمان الممنوح ليك. طيب. لو ما توفرش قطعه الغيار، حتى السيارات لو ما توفرش قطعه الغيار احنا بنطلع قرار بالاستبدال او بالاسترجاع. تمام، ودي كانت برضو ردودنا على الانترنت مره ثانيه برضو ناس بعتها. طيب استاذ اشرف في موضوع، طب معنا تليفون ام احمد الشرقيه. ام احمد معانا؟ صباح السلام عليكم. عليكم السلام. معكم احمد من الشرقيه. ايوه حبيبتي اتفضلي. انا موضوعي خارج عن الغسالات، انا موضوعي موضوع انساني، انا بستغيث بمحافظ الشرقيه. ايه المشكله؟ عامله حضانه بقالها سنه ونص شغاله وابنها معاق، عايزين يقفلوها لها. ليه عايزين يقفلوها لها؟ عشان لسه مكملات التراخيص، حرام عليهم. وفيها ناس بتاكل عيش وفاتحه بيوت، ليه كده؟ ليه بيعملوا فينا كده؟ طيب استني بس استني، ومش قادرين يدخلونا للمحافظ، طلبنا المحافظ كم مره مش قادرين يدخلونا. طيب من المحافظ، احنا نجيب المحافظ منين؟ طب اسمعيني بس، اي حد. طيب زملائي لو سمحتوا بس في الاعداد نحاول نتصل بالمحافظ. بصي يا ام احمد، جميل جدا ان انتوا تعملوا حضانه وتفتحوا بيوت ناس، بس احنا مفيش تواصل كده علشان خاطر الموضوع بتاع التراخيص ده، ده اللي مش صح بقى، معلش. فنتصل بس يا جماعه بالمحافظ لو سمحت. طب ما تقفليش بس يا ام احمد، بيبلغوني هيكلموكي بس وهيحاولوا يتصلوا بالمحافظ. طيب استاذ اشرف، كنا دلوقتي بنتكلم برضو اثناء الفاصل عن موضوع الشركات بتاعه العربيات، اللي مثلا شركه ما كنا بنتكلم فيها عنها في الفاصل، الشركه دي نزلت عربيات موديل عربيه معين، بعد شويه رجعوا اعلنوا قالوا يا جماعه احنا عندنا عيب في العربية دي في الفرامل، عيب مش عارف ان البودي بتاع العربية تقيل على اللي مش عارف ايه، الحاجات اللي انتوا بتسمعوها دي. فالناس يقولك بيتصلوا بالعملاء علشان يقولوا لهم تعالوا عشان نشوف العيب ده ايه، فالعميل يقول له ايه انا مش محتاج. طب وبعدين؟ ده شيء متعرف عليه عالميا، اللي هو اسمه الاستدعاءات او ريكولز. احنا قبل جهاز حماية المستهلك، انا اعتقد يعني ان احنا كنا في مصر غير متعارفين على فكره الاستدعاء. ما اعتقدش ان قبل 2006 كان في حد بيعلن عن استدعاءات، عن عيب في لكن السلع، بس دي انا ما شفتهاش الا في العربيات على لا فكرة. انا هقول حاجه بقى مهمه بقى. بعد قانون حمايه المستهلك ده في ماده صريحه لموضوع الاستدعاءات اللي هو الابلاغ عن العيوب. الشركه لو خالفت نص الماده دي وما قامتش بالابلاغ، هنا بتجي جريمه وفقا للقانون وبتسأل عنها الشركه. انا عايز اقول لك حاجه غريبه جدا، ان تقريبا احنا عندنا خلال عام 2016 تقريبا 50 استدعاء الشركه اعلنت عنهم وللجهاز بشكل رسمي. انا بتكلم على العربيات دلوقتي، ما انا بقول لحضرتك مش عايز غير في العربيات. 50 استدعاء. حضرتك برضه لو رجعتي بالتاريخ لورا شويه هتلاقي كل سنه كان في استدعاءات. انا بعتقد ان ده شيء من الشفافيه، ان الشركه لما تكتشف ان في تحديث معين المفروض يتعمل في العربيه، ان في عيب معين المفروض يتدارك، ده شيء مهم وشيء بيعبر عن الشفافيه. بالظبط. ده حاليا بقى موجود بدليل ان انا بقول لحضرتك في 2016 تقريبا حوالي 50 استدعاء تم الابلاغ عنه. لا وانا سمعت بصراحه عن كذا يعني نوع عربيه قالوا يا جماعه احنا الاصدار ده من العربيه او الموديل ده فيه مشكله. ده احنا كمان نرجع كمان بنلزم الشركه بالاعلان ان بتنزل في الجرايد. ده احنا اقول لك واقعه غريبه جدا حضرتك مش هتصدقيها. احنا عندنا مجموعه من الاستدعاءات بنتابعها مع الشركات، عملنا اعلان في الجرايد، عملنا اعلانات في مراكز الخدمه، وفاجئ ان معدل تنفيذ الاستدعاء بالنسبه لعدد العربيات ماشي ببطء. تيجي نشوف نلاقي ان العميل نفسه مش عايز يروح. ما هقول لحضرتك ليه، دي الثقافه بقى اللي كان استاذ مصطفى بيتكلم عليها. يقول لك العربيه ماشيه
ما يحصل فيها حاجه بروح، ما هم كده كده. هو حضرتك ده مش صح، احنا لا ده مش صح، بس انا بقول لحضرتك اللي احنا بنعمله، احنا بنلزم يعني الشركه ان في الاعلان تكتب ان الكلام ده كله هيتم مجانا، حضرتك هتلاقيها فونت حتى بخط كبير جدا في الاعلان مجانا. انا جات لي شركه بتقول لي، يعني جات لنا شركه لسه كانوا قاعدين مع السيد رئيس الجهاز جايين بيتضرروا من ان هم عاملين ريكول والشاكين مش عايزين يجوا، جايين طالبين من ان الجهاز يقول لهم يعملوا ايه عشان يوصلوا للناس، لدرجة ان السيد رئيس الجهاز عمل خطاب رسمي للسيد مساعد وزير الداخلية لشرطة المرور انه بيقولوا فيها ان احنا عايزين الداتا بتاعة العملاء اللي عندهم النوع ده من العربيات. تمام. انا يهمني كجهاز حماية مستهلك اوفر الامن والسلامة للمواطنين. تمام. فعايزين نجمع الداتا دي من المرور، بعتنا جواب للمرور وبعتنا كمان في استعجال امبارح اتبعت لإدارة المرور، عايزين الداتا علشان نقدر ننفذ الريكول دون. انا مش عايز اقول لحضرتك ان احنا عندنا ريكولات عده موجوده شغاله حاليا في الجهاز، اعلانات في سنه 2016 موجوده كتير جدا في الجرايد، في معظم الجرايد، موقع الجهاز الالكتروني نفسه. انا بوجه رساله من خلال برنامج حضرتك، لو سمحتوا خشوا على موقع الجهاز تحت الويندو بتاع التحذيرات والاستدعاءات، لو سمحتوا اللي عنده عربيه من النوع اللي موجود على موقع الجهاز دون، لو سمحتم يا اما يكلم الجهاز يا اما يتواصل مع الشركه هيحددوا له ميعاد يروح يعمل الاستدعاء بتاعه. تمام. من غير ما يدفع من غير فلوس. فلوس. طيب دي كانت برضو نقطه مهمه جدا نوضحها. معانا ايمان من اسكندريه. الو، لو سمحت احنا يعني عندنا غساله يونيفرسال. غساله يونيفرسال؟ ايه حكايه يونيفرسال النهارده؟ اتفضلي يا ايمان. ايوه بص، احنا مقدمين بلاغ من شهر 9. من شهر 9 ايه مشكله الغساله؟ ان هي بتسحب ميه من، يعني كل ما تنشف تسحب ميه من نفسها، ودلوقتي بتملى ميه على الاخر. طب انت اشتكيتي يعني ولا بتجيبي ناس تصلح وخلاص؟ نعم. اشتكيتي ولا بتجيبي ناس تصلح وخلاص؟ شهر 9 وكل شويه يقول لنا قطع غيار لسه ما جاش. بيقولوا لك قطع الغيار لسه ده زي قدم شكوى. لازم تقدم شكوى في جهاز حمايه المستهلك. طيب اسكندريه طبعا الخط الساخن شغال عندهم 19/5/88. احنا بنكمل تاني موضوع الاستدعاءات. احنا في جزء لاستدعاءات سيارات وفي جزء استدعاءات لبيت السلع. احنا بنقول للمستهلك لما تسمع عن استدعاء ما تخافش، وهو شركه محترمه يا فندم. في ناس كتير طبعًا ما بتعمل طبعا يا فندم. احنا عملنا استدعاء لعصير تفاح، عملنا استدعاء لشوكولاتات، عملنا استدعاء لسراير الاطفال، عملنا استدعاء لنجف، عملنا استدعاء لدفايات، عملنا استدعاء لبوتاجازات من غير الناس ما تحس. ليه؟ للناس اول ما تسمع فيها عيب صناعه، لا انا مش عايز الحاجه دي، مش عايز. السلعه كويسه جدا، احيانا بيبقى في مشكله في الناس بتخاف، اما هنا عشان بتخاف، لكن الشركه اللي بتتابع المنتج بتاعها وهو في السوق دي بتبقى شركه محترمه، بتبقى شركات عالميه. بالعكس السيفتي، السيفتي ده حاجه مهمه جدا. يعني احيانا الشركه بيبقى العيب ظهر في منتج واحد او بيبقى خارج مصر، الشركه بتطبق الريكول دوت في مصر حفاظا على العميل بتاعها. فاحنا طبعا حفاظا على المستهلك الشركه ملتزمه، لازم تبلغنا خلال 7 ايام باي عيب. لو العيب ده يمس صحه وسلامه المستهلك لازم تبلغنا فورا، يعني لازم تبلغنا انها اكتشفت العيب دوت. لكن احنا عملنا ريكولات عادي جدا وبيتعلم في الجرايد، بس بيتكتب تحت ايه؟ تحت مسمى صيانه مجانيه، استدعاء مجاني، علشان الناس ما تخافش. ما نقولش بس كلمه عيب، وكان خصوصا في الحاجات بقى اللي فيها اكل وشرب وحاجات يعني زي كده. طيب معانا ام هشام من القاهره. ام هشام. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك انا ليا شكوى في حمايه المستهلك من سنه. برقم 28-61-71. 28-61-71. حاولي تكلميها تاني ام هشام لو سمحتي. محمد من اسكندريه. طيب انا اسفه جدا، في ضغط كتير على التليفونات، في ناس كتير عندها شكاوى. طيب يا فندم، في عندنا برضو على فيسبوك ملك احمد بتقول عايز تسال حضرتك استاذ مصطفى، ادتك انا حاسه ان 2015 اتصلنا بخدمه عملاء يونيون اير، كان في مشكله في بوتاجاز ايكوك، زرار المروحه بايظ، وقالوا لنا هيجوا بعد يومين، وفضلنا نتصل نتابع الشكوى، في الاخر ما حدش جالنا، ورغم البوتاجاز لسه في الضمان لغايه دلوقتي، نعمل ايه في الاستمطار؟ تقدم شكوى طبعا، تقدم شكوى. وفي عندنا طبعا على الفيسبوك في الصفحه الرسميه لجهاز حمايه المستهلك بمصر، تقدم شكوى على الفيسبوك دلوقتي. طيب تمام يا ملك، ارجو انك تكوني متابعانا. معانا حنان من القاهره. الو. السلام عليكم. عليكم السلام يا حنان. لو سمحت حضرتك انا جبت غساله يونيفرسال وبرضك هي عطلانه بقالها اكتر من سنه،
ودلوقتي احنا اتصلنا بيهم كتير واشتكينا كتير وما جالناش حد الا مره واحده بس، بص على الغساله وقال هي فيها قطعه غيار عايزه تتصلح، ومن ساعتها ما حدش جالنا تاني. طبعا احنا سجلنا اكتر من مره لدرجه ان فاضل كام شهر بس والضمان بتاعنا يخلص. لا تشتكي قبل الضمان يخلص. لا تعملي شكوى في حمايه المستهلك يا حنان قبل ما الضمان يخلص. وهي ايه قصه يا فندم معلش يعني دلوقتي انا ليه واثناء الضمان وعماله اكلم في الناس والناس ما بيجوش؟ ما دي برضو شكوى من فندم. ما دي بعض الشركات بتحاول انها تسوف عشان تطلع بره الضمان، تسوف جهاز الحاجه تشتغل، تسوف. ما هي طبعا احنا عشان تخرج بقى. ايوه ما دي حيله. يعني هي باينه قوي انها حيله عشان كده يعني. بنقول له لو انت اتصلت وثلاث اربع ايام الشركه ما جاتلكش بلغ حمايه المستهلك عشان حتى تتحاسب سابقا نقدر نحاسب عليها الشركات. طيب محمود الحناوي بيقول راح يشتري غساله، طبعا بيقول بيشتكي ان الاسعار، يعني هل يعني الجهاز ليه سلطة على قصة أسعار الأجهزة الكهربائية ومواد الديانات ولا لأ؟ لا، هي فكرة الأسعار دي فكرة عرض وطلب، وإحنا كل دورنا إن إحنا بنرصد وبنتمنى طبعا إن التجار الشرفاء يعملوا على توفير السلع، وطبعا زيادة الإنتاج ده هيأثر طبعا تأثير كبير جدا على الأسعار. بالظبط. طيب معانا حسين. خير، صباح النور. شكوى يا فندم بنظير تكافل وكرامة يا فندم. ممكن تكافل وكرامة؟ هو مش موضوعنا النهارده بس ما تقفلش. حاضر. وقريب هنعمل لكم حاجة عن موضوع تكافل وكرامة، ناس كتير بتسأل عليه. حاضر والله، بس ما تقفلش يا أستاذ حسين. معانا أم هشام من القاهرة. حضرتك أنا ليا شكوى في حماية المستهلك برقم 28-61-71. 28-61-71. أيوه حضرتك. من مخصوص ضد العالمية للصيانة. العالميه ده مركز خدمه للصيانه. بيقول أيوة علامات تجاريه الغساله عم بتروح النيابه يعني. من سنه واخدين 1250. دي مش شركه صيانه الخدمه ولا الغساله لحد دلوقتي اللي هي الوهميه دي شرق. طيب هو مبدئيا كده دي مش شركه صيانه اللي انت رحت لها العالميه. ايوه دي. حضرتك ايوه ايوه يعني هم وحمايه المستهلك الشكوى عندهم حضرتك من سنه بالظبط. هي الشكوى في يعني اتعمل قضيه للشركه طبعا، ودلوقتي هي منظوره قدام القضاء. احنا بنقول يعني مثلا احد امثله وحضراتكم جالكم كذا شكوى من موضوع يا فندم. احنا اول ما بنرصد مركز حتى لو ما فيش منه شكوى. طب معلش بقى كمان يا فندم، المدام اللي اتصلت اللي كانت مدام ميرفت اللي كانت بتقول المؤسسه الالمانيه الامريكيه اللي خدت عنوانها يعني من عنها. ده اسم غير يعني، في ما فيش شركه تبقى اسمها الالمانيه الامريكيه يعني. دي مدرسه ودي مدرسه ثانيه خالص. دي مدرسه اوروبيه ودي مدرسه ما فيش. فاحنا بنقول لك لما تسمع اسم غريب كده ما تلجئلوش. بلاش يا جماعه الاعلانات اللي على النت وعلى القنوات دي، والنبي الله يخليكم يعني ده بنصب كله. بص حضرتك، انت معاك شهاده ضمان، يا تتصل بالوكيل اللي هو الوكيل الرسمي للشركه او الشركه الام، يا اما تشوف اقرب مركز صيانه لمسكنك وتحاول ايه تروح له، يا اما تشوف مركز ليه عنوان نقدر احنا ننزله لو هو حصل عطل في سلعه معينه وما صلحهاش. التليفون الارضي مش الموبايلات. مش الموبايلات. طيب احنا هاخد شعبان من البحيره اخر تليفون، معلش عشان في ضغط كتير على التليفونات ووقتنا بيخلص. طيب ناخد شعبان الاول. حاضر، هناخد تليفون شعبان. السلام عليكم. اتفضل يا فندم. عليكم السلام. حضرتك دلوقتي انا عندي الثلاجه الريازي بقالها الريازي بعتها الصيانه، ماشي، صلحوها مره ورجعوها، قالوا لو حصل فيها حاجه احنا هنعملها لك. جابوها تاني عطلت، بعتوا لي فنيين عملوها ومشوا، اتصلت بيهم بعتوا لي فنيين تاني خدوها عندهم، قعدت عندهم بتاع سبع وشويه. حضرتك الو؟ ايوه سامعني. الو؟ تمام. الو؟ اتفضل يا فندم. اتفضل يا استاذ شعبان كمل. حضرتك قالوا لي خدوا 1000 جنيه قالوا الثلاجه هتعوز اكثر من ثمنها، نصلحها لك ولا تاخدها اكثر من ثمنها ازاي؟ يعني اشتري ثلاجه جديده؟ قالوا اشتري ثلاجه، هي تاخد ثلاجه جديده. هي جوه الضمان؟ لا ما اخدش ثلاجه. هي لسه في الضمان؟ استاذ شعبان هي جوه الضمان ولا بره؟ هي خارج الضمان. قالوا لا هتكلفك اكثر من ثمن ثلاجه. خارج الضمان. هتكلفك اكثر من ثمن ثلاجه، قلت لهم هتكلفك اكثر من ثمن ثلاجه ازاي؟ امال هي ما تصلحش ولا ايه؟ قال لا مش تبقى تصلح. فرجعوها لي ثاني لسه زي ما هي دلوقتي، اعمل بيها ايه؟ تمام. ده بيرجعنا لنفس السؤال بتاع اول الحلقه طبعا، ان بره الضمان مفيش الزام قانوني، لكن احنا بنحاول في القانون الجديد ان يبقى في حاجه اسمها عمر افتراضي ويذكر في شرط الضمان، ان الحاجه دي ضمانها 3 سنين بس عمرها الافتراضي 10 سنين، يبقى الشركه ملتزمه توفر قطع غيار وتوفر عماله خلال ال 10 سنين دي. طيب هاخد اخر تليفون معلش. فاطمه. ايوه انا شركه سامسونج غساله ما بتنضفش. طب بس على مهلك. فاطمه حاولي
حاولي تكلمينا تاني. طيب يا فاطمه بصوا ال- ال- الوقت معلش مش هقدر استقبل تليفونات تاني، كان في ضغط شديد جدا على ال- التليفونات النهارده، وحاولت اقرا معظم ال- 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 التعليقات اللي جايه على الصفحه بتاعتنا على فيسبوك. حاضر، يعني في ناس برضو طالبه حاجات في 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 موضوعات تانية بالنسبه للانترنت، تاني هنحاول ان احنا نرد عليكم بقى في موضوع الانترنت ده، لان واضح ان الشكاوي كتير وناس بيقولوا لنا طيب اقروا موضوع الانترنت ده احنا بندفع الاول ومش عارف ايه. زملائي هيفضلوا قاعدين شوية عشان يتلقوا شكواكم، علشان الوقت خلص، بس هيفضلوا هم قاعدين شوية عشان يتلقوا الشكاوي بتاعتكم على خدمة وصل صوتك. هتعملوا ايه؟ هتتصلوا بالرقم بتاعنا، هتدوس رقم واحد وتسجل الشكوى ورقم تليفونك لو سمحت، شكوى واسمك ورقم تليفونك على خدمة وصل صوتك، وهنرد عليكم حاضر، وهنقول هننقل كل الشكاوي بتاعتكم للسادة المسؤولين. طيب استاذ مصطفى، نصائح اخيره بقى للمستهلك لو سمحت. يعني خد فاتوره وتمسك بالفاتوره، الثمن اللي دفعته يبقى مذكور، لان لو حصل استرجاع هنرجع لك الثمن اللي في الفاتوره، لان احيانا في بعض السلع فيها اوفر برايز زي السيارات، يبقى دافع 100,000 جنيه كتب له فاتوره ب 90، فلو حصل استرجاع ياخد 90 بس، ده رقم واحد. رقم اثنين، دور على سلع عليها ضمان عشان نقدر ان احنا نحميك بعد فتره ال 14 يوم. رقم 3، جرب السلع بعد ما تشتريها عشان لو فيها عيب تبدلها او تسترجعها خلال فتره 14 يوم. طيب. رقم 4، اشتري من مكان انت عارفه نقدر ننزل له احنا كمفتشين او كاجهزه رقابيه فما نقدرش نخرج عنه. تمام، اتفضل استاذ اشرف. ممكن برضو مجموعه تانية من النصايح في السيارات ارجوك عشان الشكاوي. اول حاجه لازم يراجع شروط التعاقد زي ما اتفقنا، يتاكد اللي تعاقد عليه هو اللي هيستلمه. ما ينفعش بعد ما تعاقد اقول انا جايب عربيه فيها عدد 2 وسائد امان وفجاه ان هي واحده. انت متعاقد على العربيه 2 وسائد امان، يبقى لازم يكونوا 2، يبقى مذكور ان هم 2. اللون لازم يكون مذكور، يعني شروط التعاقد تبقى بتعبر عن اللي انت عايزه. دي نمره 1. نمره 2، اطلب من الناس والمواطنين انه يخش دايما على موقع الجهاز يراجع النصايح الارشادات التوعويه ويراجع التحذيرات اول باول. دي الجزء الثاني. النصيحه الثالثه، صمم على حقك وما تفرطش فيه بالظبط، واحتفظ دايما بالدليل على حقيقتك. اللي معاه ايصالات صيانه او معاه فواتير او معاه ضمانات لو سمحتم ما يتخلصش منها، يخليها معاه. نمره 4، يقارن قبل الشراء. حضرتك انا قدامي اكتر من مكان بيبيع السلع، حضرتك انا افضل ان انا اقارن ما بين اكتر من مكان، وفي الاخر بعد ما اعمل المقارنه دي اشتري اللي انا شايفه من وجهه نظري صح. الحاجه الاخيره، ان انا ما اشتريش اكتر من احتياجاتي. دي ده شيء بيعمل التكدس والتكالب على وبيرفع سلع معينة، الاسعار بيرفع السعر. لو سمحتوا نشتري على قدر احتياجاتنا. لو احنا عملنا اكتر من قضيه لموضوع الفواتير اللي اقل من الثمن، بنفاجئ ان الشاكي مثلا ثمن دفع 200,000 جنيه ثمن عربيه وادوا له فاتوره ب 150، وبنقدر نثبت الوقائع ديا وبنحولها للتهرب الضريبي. طيب يبقى نشتكي يا جماعه، نشتكي لو سمحتوا، محدش يسكت على حقه في موضوع الشكوى، لا في السلع الكهربائيه ولا في اكل ولا في شرب ولا في عربيات ولا في اي حاجه. اضافه كمان، لا يا جماعه معلش، موضوع القنوات او الاعلانات اللي على فيسبوك اللي بتقول دي مراكز صيانه، دول نصابين. يعني مفيش حاجه اسمها كده حاجه من غير معلومه، ورقم تليفون واشتري جهازين بسعر مش عارف ايه وخمس اجهزه بسعر جهاز. بلاش يا جماعه الحاجات دي، بلاش الحاجات دي لو سمحتوا، لان كمان ممكن تكون مش مطابقه للمواصفات وفيها خطوره. موقع يعني الجهاز عليه الماركات والاسماء الشركات، يقدر يراجع موقع الجهاز هيلاقي الماركات واسماء الشركات المسؤوله. تمام، عشان ما يروحش لحد تاني غريب. واحب اطمنهم بس، وبلاش الناس اللي بالارقام تليفون زي ما استاذ مصطفى بيقول موبايل، يعني حتى لو هتلجأوا لحد من الناس دي، واحنا طبعا ما ننصحش بده، فيكون رقم ارضي بس عشان الناس تعرف بس ايه لو حصل حاجه لا قدر الله. مشروع الجهاز الجديد يا استاذه مها بعد اذنك، ملحوظه بس اخيره، مشروع القانون الجديد فيه مزايا كتير جدا مش موجوده في القانون الحالي. ان شاء الله لما يخرج القانون ده، هو حاليا في مجلس النواب، نامل انه يخرج للنور. مستنيين القانون بقالنا كتير. استاذ مصطفى طبعا والساده المسؤولين في الجهاز وسادة الجهاز يعني بذلوا مجهود جامد جدا، ونامل كده انه يطلع للنور ان شاء الله. ان شاء الله. انا طبعا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا، نورتونا، وبشكركم طبعا على تلقي الشكاوى بتاعت الساده المواطنين على الهواء. شكرا مره اخرى استاذ مصطفى عبد الستار، مدير الاداره العامه للشؤون القانونيه بجهاز حمايه المستهلك، شكرا جزيلا. شكرا. بشكر ايضا استاذ اشرف عادل، مدير الاداره العامه لشكاوى السيارات بجهاز حمايه المستهلك. شرفنا. مشاهدينا
انتهت حلقتنا النهاردة من برنامجكم صباح دريم. طبعا مرة تانية معلش بنعتذر عن تقديم فقرة قانون تصالح في البناء على الأراضي الزراعية، وبنوعدكم مرة أخرى إن هو يكون معانا إن شاء الله قريبا جدا. تقدروا تابعونا في أي وقت على الشانل بتاعتنا على يوتيوب، تعملوا سبسكرايب لدريم تي في وتابعونا في أي وقت. كمان مستنية كل تعليقات حضراتكم على صفحتنا على فيسبوك صباح دريم بالعربي أو بالإنجلش. وصل صوتك، هتتصلوا برقم التليفون، دوس رقم واحد وتقول شكوتك واسمك ورقم تليفونك. وعلى فكرة كمان احنا لسه زملائي بيقولوا لي ان هم لسه قاعدين شوية عشان ياخدوا بقية التليفونات لو حد حابب ان هو يتصل. بكرة هنتكلم في موضوع مهم جدا، بطاقات التموين وكل ما يخص بطاقات التموين. هستنى تليفوناتكم، هستنى كل استفساراتكم غدا في تمام 9 صباحا بتوقيت القاهرة. صباح جديد وصباح دريم، فكونوا على موعد. سلام.